وما حصلش قبل كده من اي فريق في العالم. قدامنا الحكم المعروف والحكم الساحلي. تشكيله الاتوال في حراسه اليوم المرمى، ايمن المثلوثي رقم 13، صابر بن فرج، 5 عمار الجمل، 4 رضوان الفالحي، 6 حاتم البجاوي، 24 موسى ناري، 25 موري اوكومبي، رقم 19 محمد علي نفخه، 10 عفوان الغربي، 7 جيلسون سيلفا، و27 امين الشرميتي. بالنسبه للنادي الاهلي في حراسه المرمى عصام الحضري، رقم 2 اسلام الشاطر، رقم 12 جيلبرتو، 7 شادي محمد، رقم 4 عماد النحاس، 25 حسام عاشور، 17 بوجا بوجلبان، 22 بوتريكا، 23 فلافيو، 9 عماد متعب، و5 احمد السيد. هو لقاء الخبره للفريق القاهري، هو دهاء هذا المدرب البرتغالي مانويل جوزي ضد الشبان، ضد الطموح، ضد الاصرار التونسي من اجل ان تكتب اخيرا الشامبيونز باسم تونسي. في لحظات تبدا المباراه باداره عربيه مغاربيه من الحكم المغربي عبد الرحيم العرجون، 44 سنة عبد الرحيم العرجون، حكم دولي وحكم له من التجربة الشيء الكثير أقول بين ظفرين. إذا نتمنى أن ننجح في هذا اللقاء ويتوفق ممثل الكرة التونسية في تحقيق نتيجة طيبة وفي تحقيق إنجاز هنا في استاد الصعب أمام الفريق الأصعب في القارة السمراء. هنا الأجواء إذا والمباراة انطلقت في لحظات. إذا مباراة النادي الأهلي وفريق النجم الرياضي الساحلي، اللقاء الذي سينطلق في لحظات قليلة قادمة بصافرة الحكم المغربي عبد الرحيم العرجون. مباراة صعبة جدا بعد حوار الذهاب والنتيجة البيضاء هناك في الأولمبي بسوسة 0-0. لقاء العودة يبدأ الآن في استاد القاهرة وفي استاد النادي الأهلي. حضور تقريب أقل من 50 متفرج على خلفية أن الدرجة الثانية لم يتم استعمالها وفتح الجمهور، على خلفية واعتبار أنه بعد غد مصر ستكون عاصمة الرياضة العربية من خلال دورة الألعاب. على بركة الله، على بركة الله، بعد الترجي مرتين، النجم الساحلي في مناسبتين، الصفاقسي العام الماضي، المحاولة السادسة من أجل أغلى الأميرات، من أجل أن نكون على مستوى الأندية أسياد القارة السمراء. هل هذا ممكن؟ على الورق كل شيء جاهز وممكن. 50% 50% في لقاء صعب جدا بين طموح الشبان للإطوال وبين خبرة الأهلاوية. ينطلق الهجوم الياساري جيلبرتو، كيف سيتعامل فريق النجم مع الغيابات البارزة في وسط الدفاع سيف الغزال وأيضا غياب لمهدي مرياح؟ ينطلق الهجوم للفريق التونسي، ممكن أول كرات تعطيه ثقة، يلعب بالأبيض اليوم بأبيض النجم بينما الأحمر يبقى النادي الأهلي على أساس المستضيف. المباراة بادية بمحاولة تأثير من خلال أداء قوي من الفريقين، هجمة للنجم ثم الآن الهجوم الأول لفريق النادي الأهلي. ترجع الكرة في أول دقيقة، النتيجة ما زالت بيضاء 0-0. حذاري من هذه الكرة بالرأس، برافو، الكرة عند البلبولي. إذا كرة عند البلبولي أو المثلوثي حارس النجم الرياضي الساحلي. هذا حسام عاشور طبعا من اللاعبين المؤثرين فريق الخبرة 2001 2005 2006، في 3-4 أسماء من فريق الأهلي موجودة من عام 2001 في كل البطولات بمشاركات عالمية في اليابان. الحضري، شادي محمد، أيضا أحمد السيد، وائل جمعة اللي موجود في دكه البدلاء، الأربعة شاركوا في أول إنجاز في الشامبيونز ليج الأهلي عام 2001. إذا تتواصل لحظات بخطأ، فاول لفريق النجم، النجم يلعب من أجل هدف هنا لتحقيق أغلى الأهداف، والفريق الأهلاوي يلعب بالخبرة، يلعب ببوتريكا في غياب بركات وبدخول المتعب عماد متعب مع فلافيو لانجولي. إذا أول كرة في دقيقتين، هل يتكرر السيناريو مباراة أم درمان ويختفى النجم، نجمنا الساطع هدف من أول الدقائق، ممكن تفرق معنا برشا. ينطلق الهجوم بتسديدة خطيرة وكاد تكون في المرمى، كادت تكون في المرمى الكرة الأولى عن طريق نفحات نفخة. إذا ممكن كرة تشجعنا، ممكن كرة تطمعنا، ممكن كرة تخلي الأولاد يلعبوا مرتاحين أمام فريق قوي، أمام جمهور صعب، أمام نادي هو الأكثر بطولات في القارة السمراء ب 13 لقب. إذا الكرة الأولى كانت ساحلية، ترجع الكرة لوسط دفاع النادي الأهلي. مباراة كل الاحتمالات الممكنة الليلة، تمشي كرة طويلة
ملعوبة لجيلبرتو الخطير، ملعبش لقاسوسا، ينطلق جيلبرتو، برافو صابر، صابر بنفرج الحكم شي يقول، يقول العب، برافو صابر، ما فيش اوبستركسيون عملية إعاقة، تمشي كرة طويلة من صابر بنفرج، الكرة الأولى معنويات النجم مهمة جدا، خاصة أنه يلعب اليوم بعناصر شابة، عمار جمل وحاتم البجاوي. كثيرا ما نقول أن الشبان يحبوا يفرضوا لونهم واسمهم، لذلك لا شك لحظة أن النجم سيتألق سيقدم مباراة تليق باسمه وباسم الكرة التونسية، لكن ديما يبقى التوفيق من عند الله. ترجع الكرة مرة ثانية في وسط الميدان، يلعب النجم الساحلي، بادي بداية هجومية، الدفاع الهلاوي يتدخل، أحمد السيد، وترجع معركة الوسط هي أم المعارك الليلة في استاد القاهرة، والمباراة تتواصل في دقيقتها الرابعة. يمشي شادي محمد، يلعب كرة لإسلام الشاطر، لعب الدراويش سابقا، إسلام يعمل مراوغة، جيلسون والشرميت يلزم يعاونوا برشا بالضغط، والكرة من ضغط أهلاوي عن طريق فلافيو، يمشي فلافيو يحاول يمر، يبعد البعد الأول، يبحث عن الأبعاد الأخيرة لمرمى الساحلي، وفلافيو يوزع والكرة، برافو من الدفاع، برافو من الدفاع، فلافيو يتصدى له اللاعب اليساري حاتم الجاوي. 20 سنة شهرين معدل الفريق التونسي، وهذا حسام البدري يدرك صعوبة المهمة، يدرك قيمة الفريق التونسي النجم في خامس دور نهائي على التوالي في مشواره القاري. إن شاء الله تكون أسعد الليالي وخطيرة وصعبة، وترجع، ترجع من الدفاع من عفوان الغربي، مباراة الوسط، يمشي بالرأس الشرميتي، ألعب يا شرميتي، كلك شباب، كلك ممكن الشعلة أقول وحماس، بينما كرة خطيرة بالرأس، حذاري بين الفالحي وعمار الشمال يلعبوا أول مرة مع بعضهم. طبعا المشكل كبير في غياب سيف، لكن لا أريد أن أمل الجمهور بهذه المعطيات، خلاص الآن تلعبت الأمور، الأهلي ناقص له بركات، والنجم غير سيف ومادي مرياح، هذا عرفناه، هذا أدركناه، هذا تعاملنا معاه، هل تعامل بشكل جيد بيرترو مارشون مع هذه الوضعية الجديدة؟ تمشي كرة بالرأس، الدفاع من عمار جمل، يلزم الكل يعاون في الدفاع في ظل ممكن غياب الركائز الأساسية، فاول، فاول على موري وغومبي، الحماس باهي لكن من غير مخالفات هنا، لأنه عند النادي الأهلي اللاعب بوتريكا اللاعب أكثر من خطير، خطأ موجود وصحيح يزفروا العرجون، موري أوغومبي ما عملش مباراة كبيرة، ممكن هو موسى ناري في الأولمبي، بيسوسا اليوم إن شاء الله نقول الأعصاب ابتعدت، خلاص النجم يلزم يجرب حظه، يلزم يلعب فرصته، وهو فريق يعرف يسافر خارج الخضراء. تمشي الكرة من بوتريكا، بوتريكا يا ساتر بالراس، ترجع مرة ثانية في تسديدة والدفاع، الأهلي يضغط من أول الدقائق، النجم لابد أن يدافع. المباراة نقراها من هذه الزوايا والمناحي التكتيكية للمدربين الاثنين، المقاصد الاثنين، مانويل جوزيه من جانب يحب يسجل هدف في أول ربع ساعة 20 دقيقة، يدخل به اللعبة، يكسر به معنويات المنافس، النجم هدف المرور سلامات من أول ربع ساعة 20 دقيقة، ومن بعد عنده جيلسون والشرميتي، جيلسون يحاول يمر، الدفاع يرجع، البريسينج يمشي الشرميتي، هي مباراة كلها تعب ومن بعد إن شاء الله راحة، تمشي كرة طويلة بالراس لمن؟ ضاعت المرة الأولى، لم تأتي في المرة الثانية، ترجع رويدا، رويدا عند الحضري، وحش المرمى الأهلاوي. فسخ هدفين على نفخة والشرميتي في الدقيقة الأخيرة بشكل كبير، هذا الحارس المتميز جدا، الحضري اللي في رأيي عنده 50% في انتصارات الأهلي في آخر الأعوام. الأهلي في آخر 12 بطولة كسبهم 12، مخسر ولا لقب، اليوم تمشي كورة في هجمة بعيدة، ركز لي في اللعبة، ركز لي في اللعبة، كرات وسط الميدان لازم تخرج في مكانها، موسى ناري، أوغومبي، محمد علي نفخة، عفوان الغربي، ممكن الانتصار يمر عبر بوابة الوسط. صابر بن فرج الخبرة موجودة، المدافع الهداف، ليلة الحلم القاهري وليلة الأمل التونسي من أجل لقب أول في الشامبيونز ليج، ولكن لقبنا رقم 13 في كأس الأندية. تمشي كورة في الميدان، برافو الفريق التونسي، ياخو كورة، ينطلق الهجوم، النجم يؤكد أنه كل شيء جايز من أول الدقائق، يلعب بدون رهبة الميدان، بدون خشية المنافس الأشهر ممكن في القارة السمراء، يلعب بتاريخه، يلعب بنجومه، يلعب بحاضره ومستقبله في مباراة تو بي أور نوت تو بي. موريو غومبي يلعب كرة الفريق النجم، ممتازة جدا، مرت في الجناح، فرصة الفريق التونسي خطيرة وركنية، العب لي العب لي، اجري لي ومتعني، العمدة النحاس يخرج كرة وضربة ركنية في مطلع الدقيقة الثامنة من الشوط الأول، والجمعة يفكر في هذا اللقاء الصعب، وأحمد بلال، أحمد أجوال كما يطلق عليه في مصر، يفكر ويتفرج،
بداية متميزة جدا من النجم، من ناحية المعنوية تفرق برشا. يمشي الشرميتي يلعب كورة على القائم الثاني بالراس، ترجع دفاعية، فرصة مازال جيلسون يضغط يا جيلسون، لكن الكورة تخرج بعيدة للفريق الأهلاوي. الأهلي قوته في الهجوم والنجم عنده إمكانية لنجاح واختراق الدفاع الأهلاوي. إذن هي مباراة مهاجمين، هي كورة هدافين، هي كورة من بوتريكا في جانب أو كورة من جوانب جيلسون أو أمين الشرميدي. فاول في وسط الميدان الفريق التونسي. النجم في 8 دقائق يقول أنه جهنا لللقب، هذا مهم جدا. ممتازة الانطلاقة متاع الفريق التونسي، ترجع الكورة عن طريق الحضري، عصام الحضري، الخبرة 202 الليلة مباراة إفريقية في تاريخ النادي الأهلي. فريق 13 لقب طبعا، 5 كاس أبطال، 4 كاس كؤوس، 2 أو 3 السوبر إفريقي، وواحدة في الأفرو آسيوي، هو الثالث مونديال الأندية العام الماضي. النجم أيضا يدخل في جرابه 6 ألقاب قارية ويبحث عن الجوهرة السابعة. ينطلق الهجوم عن طريق فوجة، بوجلبان تونسي النادي الأهلي، يوزع حذاري خطيرة من هذه اللقطات من جيلبرتو، يلعب على اليسار جيلبرتو من جهة صابر، جيلبرتو صابر يرجع لبوتريكا، بوتريكا يمس الكرة لبوجلبان، بوجلبان حسام عاشور، ينطلق الهجوم عن طريق حسام عاشور، كرة طويلة تات من إسلام الشاطر لتبقى تونسية للنجم في أول 9 دقائق لعب في الشوط الأول. ما زال التعادل أبيض، ما زال الكل يفكر، ما زال الكل محتار، أين المفر؟ أين المفر؟ وأين ملاذ الكأس؟ هل يطيب لها للعام الثالث البقاء في القاهرة؟ أم ممكن ستحمل تونس بعد 13 سنة في 94 كان الترجي من أجل عودة البطولة الأغلى إلى جراب الأندية التونسية؟ ترجع من شادي محمد، حذاري البجاوي، برافو البجاوي، يلعب لي كورة نظيفة، هذه هي يعني بعد الكرة المهم من مناطق البلبولي. الخطير عماد متعب، حسام البجاوي من اللاعبين الصاعدين، وهذا هو الذيب، هذا هو الثعلب المدربين، مدرب رائع جدا بصراحة جوزي. نشوفوا اليوم المعركة التكتيكية، هو فكر وقراءة مدربي للماتش الليلة. ينطلق الهجوم للنادي الأهلي في وسط الميدان، تلعب الكرة وتتهيل بوجلبان، بوجلبان، ونشوف الحقيقة أرضية ملعب القاهرة على غير العادة حسب الصور والملامح القادمة في اللايف حصريا عبر شاشات الاي. ينطلق الهجوم، حسام عاشور 10 دقائق لعب، يمشي بالكرة لشادي، يحاول يحلم أنه يرفع اللقب للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في مشواره مع النادي الأهلي. في خطأ يزفر الحكم المغربي عبد الرحيم العرجون. نصل الدقيقة 11، النتيجة ما زالت بيضاء بين الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي في 7 مواجهات الناديين على المستوى الأفريقي والعربي. المفارقة أنه 5 لقاءات انتهت 0-0، إذن توازن وتقارب كبير بين الناديين. في مباراة انتهت 3-0 هي مباراة الفاينل الشهيرة عام 2005، أهداف بوتريكا وسامة حسني وبركات. تمشي الكرة لشادي محمد، شادي في دقيقة 11 يلعب للنادي الأهلي، الكرة لأوفر، ترجع بالرأس من الدفاع، عذاري من النادي الأهلي في مثل هذه الكرات، عنده خبرة بوتريكا ومهارة فلافيو والقناص أيضا متعب. ترجع من الدفاع التونسي، إمكانية مرتدة، العب لكرة صحيحة، عمل الكنترول، صابر ياخذ كورته ويتقدم النجم الساحلي. لحد الآن البداية المطلوبة من فريقنا، وتمشي كرة لصابر، صابر يرجع لنفخة، تتقدم الإمكانيات الساحلية بتسديدة جديدة، لكن سهل عند الحارس، كورة عند الحارس عصام الحضري، تمشي كرة طويلة متعب، عذاري من هذه الكرة متعب، ما غير فاول، هو الفالحي، هو الحكم يقول خطأ. الحكم المغربي عبد الرحيم العرجون يقول خطأ على الفالحي. نجم الساحلي لابد أن يتفطن ولا يرتكب أخطاء قابلة وعلى الكرات العرضية لمرمى المثلوثي، لأنه نعرف خطورة النادي الأهلي في هذه الكرة الثابتة. إذن دقيقة 12، المباراة مفتوحة لكل الاحتمالات، نهائي بطموح النجم الساحلي وبخبرة النادي الأهلي. إذن تتواصل المباراة في أول دقائقها 12 دقيقة، النتيجة 0-0، من الواضح أن الأعصاب مشدودة طبعا، نهائي، ضغط الجمهور، ضغط الإعلام، ضغط المشجعين والإداريين، المباراة صعبة خاصة أنها رهانها كأس العالم. بينما خطيرة فرصة، برافو المثلوثي، كورة هي الأخطر للفريق الأهلاوي، وبرافو أيضا عمار جمل اللي يربح تماس أمام بريسينج من عماد متعب. هذا هو عمار جمل، إن شاء الله يكون نقول خير خلف لأحسن سلف، وهو سيف غزال في محور الدفاع في الأكس. بينما تمشي كورة للنجم الساحلي، النجم في الهجوم عنده القدرة،
إذا يسجل هدف ممكن تقلب كل المعطيات في هذا النهائي الكبير. ينطلق الهجوم في وسط الميدان، المحاولة الآن من موري وكومبيي، برافو، تمشي من موري، يلعب النجم في الهجوم بتوزيع وكورة وسال عند الحارس عصام الحضري. إذن النجم يلعب بتوازن بين التغطية والتأمين الدفاعي أمام فريق وضد منافس بحجم الأهلي في قوته الهجومية، وأيضا يحاول ما ينساش الهجوم لأنه طريق اللقب حتما يمر عبر التسجيل هنا في استاد القاهرة. النادي الأهلي ما قبلش أهداف في آخر أربع مباريات في الشامبيونز ليج، 2-0 على أساك، 1-0 على الاتحاد، 0-0 في طرابلس ضد الاتحاد، و0-0 في أولمبي سوسة ضد النجم. وعلى فكرة النجم لم يسجل أي هدف في مواجهاته الستة السابقة ضد الفريق الأهلاوي. إن شاء الله اليوم يكون سيناريو آخر، نتمنى أن تتغير المعطيات والمعادلات في ظل 5 تعادلات 0-0 بين الفريقين. عماد النحاس لاعب الخبرة، لاعب تجربة في النصر السعودي بعد ما كان على ذمة درويش الإسماعيلية النادي الإسماعيلي. في وسط الملعب الضغط من موسى ناري، تمشي لأحمد السيد، السيد يلعب الكرة حسام عاشور، التوازن في وسط الميدان مهم جدا الفريقين. بينما ينطلق الهجوم الفريق الأهلاوي يلعب الهجوم عن طريق إسلام الشاطر، إسلام الشاطر يجري كرة بوجلبان، بوجلبان يوزع كرة لكن برافو الدفاع موجود، رد بنا من الضغط، تمشي كرة من الخميري، حذاري محمود ما تخافش، تمشي الكرة مرة ثانية، هدية ممكن المتعب، حذاري من متعب خطيرة والكرة عند البربولي، حذاري من هذه الكرات، نرجع نركزوا لأنه هذه مباراة في نهائي افريقي تتطلب التركيز 90 دقيقة، مع الأهلي يلزم تركز ساعتين، ربع ساعة قبل الماتش وربع ساعة بعد اللقاء، إذا لابد أن نركز في قادم اللقاءات وقادم اللقطات واللحظات. حركة ساحلية جيلسون، جيلسون ما عمل شيء في الذهاب، اليوم عوض هنا، ينطلق الهجوم، عفوان الغربي، عفوان يحاول بين زوز لاعبين، يضغط شادي، يمشي بريسينج على الأقل تماس، كل كرة تطمع فيها يا نجم، وبرافو أو التماس، خرجت الكرة رمية جانبية. في وسط الميدان الأهلاوي للنادي الأهلي، النادي الأهلي ليبحث على بطولته ولقبه رقم 103، هذا العام هو عام المئوية للفريق الأحمر. تمشي كرة من جيلبرتو، 46 ألف تذكرة وضعت على ذمة الجماهير على خلفية واعتبار كل تنظيم واحتضان دورة الألعاب العربية اللي الافتتاح الرسمي بعد يومين. بالنسبة للجماهير التونسية تقريب 3-4 آلاف عملوا التحول أو من مصر أو من باقي أوروبا ودول خليجية وجاوب شيساندو ممثل كرة تونسية في هذا اللقاء النهائي. بعد أن ارتحنا ممكن عن السياسات، الكل يحلم في تونس والعشرة مليون يدعون للنجم بالتوفيق. بينما كرة يوفق فيها متعب، برافو برافو، هذه الكرات هذه هي الجزئيات والديتاي اللي تفصل في فينال. يمشي جيلسون يعمل كنترول، جيلسون سيلفا، ينطلق جيلسون، كل دقيقة تمر هي في صالح النجم من ناحية المعنوية، هذا مؤشر واعد جدا لقادم دقائق المباراة، لقادم حركات الفاينل. في غياب بركات من الجانب الأهلاوي، في عدم وجود 3 أسماء من الفريق الساحلي التونسي، عدم وجود سيف، عدم اشتراك مادي مرياح، وعدم إقحام مجدي التراوي بداعي الإصابة. نجم الساحلي وحضور متميز جدا في سماء الكرة الأفريقية في آخر 12 عام، يوصل ويلعب الليلة النهائي العاشر في 12 سنة، سادس نهائي في 8 أعوام، الخامس على التوالي، والمحاولة الثالثة في الشامبيونز ليج. من سوء حظه لم يوفق في 2004، اللي ديما نقول أنا للأمانة كوفي كوجا هو اللي سرق منا الفوز في 2004 ضد إنيمبا، 2005 نعترف ونقر أن الأهلي كان أفضل منا عمتها، 2007 الأماني ممكنة، الفريق تغير، الشباب واعد جدا، جوزي الثعلب يخطط، ومارشان لابد أن يكون متفطن لكل سكنات وهمسات الربان البرتغالي. مباراة أيضا فكر مدربين، توفيق من عند الله، توفيق لاعب في لقطة أو في كرة، لكن أيضا ايش تخطط لهذا النهائي المثير جدا والمنتظر للعالم العربي ينتظر ويسهر الليل عليه من المحيط إلى الخليج. أين ستدق الطبول، طبول الفرح وشمعة البطولة التي لا تطفأ إلا بعد سنة؟ القاهرة أم سوسة وتونس؟ والكرة تونسية، امشي أسرع، أضغط بريسينج والكرة أوت، رمية جانبية للفريق التونسي، صابر بن فرج وأحمد السيد، الأعصاب ما زالت مشدودة من نجوم الفريقين، ركزوا على الكرة ونركز على اللعب. كلام كثير تقال في الصحافة المصرية، في الصحافة التونسية، التكهنات للجماهير، التكهنات للمسؤولين، وفي الأخير نقول أن الكرة ستلعب في الميدان
وستلعب على المستطيل الأخضر هنا في استاد القاهرة بين أهل مصر ونجمة تونس. ينطلق الهجوم مرة ثانية في وسط الميدان. ركنية باهي لا ما جاتش لأنه 2-1 ما كانش ممكن. تجي البرد ويلعب الكرة الطويلة. ينطلق متعب مبدئيا يلزم تضغط عليه من الأول يا بجاوي. وانطلاقة بوتريكا. بوتريكا كرة ملعوبة. حذاري من فلافيو. فلافيو ينطلق أمامه صابر صعبة جدا. فلافيو يوزع برافو البلبولي. برافو البلبولي للكرة الأقرب للفريق الأهلاوي. النادي الأهلي يخلق فرصة خطيرة جدا في آخر كرة من فلافيو. يلزم نعطيه الثقة لمهاجمي الأهلي، هما عندهم ثقة بطبيعتها، ويلزم ما ندخلوش الشك في معنويات دفاعنا خاصة في وجود تركيبة يعني جديدة أول مرة تلعب مع بعض. الضغط في وسط الميدان. 19 دقيقة لعب في الشوط الأول. نجم مهم جدا أنه نوصل 25 دقيقة 30 دقيقة في الصفر صفر ما نقبلوش أهداف. إذا جاء هدفنا طبعا خير وبركة. تمشي الكرة مرة ثانية في وسط الميدان. حسام عاشور يلعب بوجلبان. بوجلبان مؤثر جدا في وسط الميدان. بوجلبان ممتازة لبجاوي كرة تضيع عليه وخطيرة وفرصة وراسية. الدفاع التونسي يتدخل. النادي الأهلي يعمل اكسلراسيون يرفع الريتم يضغط. ارجع عاون يا جيلسون اجري يا شرميتي والكرة تمشي للشرميتي. الشرميتي بينهم الاثنين ممكن بوطة في دفاع الأهلي. الشرميتي برافو ينطلق الهجوم. الشرميتي الشرميتي والفاول. اوبستركسيون عملية إعاقة هذه عملية إعاقة السيد عبد الرحيم العرجور. ما فيش شك والاختلاف كانت عملية إعاقة واضحة جدا. نرجع للمباراة ونركز على الكرة. تمشي كرة طويلة كرة طويلة لكن مخالفة مثل هذه تفرق. هذه هي الجزئيات اللي نحكيوا عليها في نهائي متقارب بين النادي الأهلي والنجم الساحلي. تمشي كرة مرة ثانية عن طريق جيلبرتو. جيلبرتو والحكم يقول ألعب. يقول ألعب يعتبرها عملية تمويه من اللاعب الأنغولي جيلبرتو اللي رجع بعد إصابة غياب سنة بفضل إدارة الأهلي أنها صبرت عليه تلت سنة. وينطلق هجوم النجم. النجم في كرة ترجع مرة ثانية للفريق الألاوي أحمد السيد. 20 دقيقة نتيجة 0-0. كرة من حسام عاشور. بريسينج من جيلسون باهي. جيلسون مرة أخرى تبقى لأحمد السيد. أحمد السيد لبوتريكا. بوتريكا يتقدم كراته ديما ممتازة. فلافيو شوف الخطورة. فلافيو خطير خطير وملعوبة المتعب فرصة والعارضة مرت بسلام. يا الله يا الله يا الله يا الله. المرة القادمة يا عرجون سيد الحكم أرجوك لما تكون مخالفة مثل كوفرة الشرميتي امنحها لأنها واقع ولأنها موجودة لأن الكرة ممكن تفرق. كرة ضاعت من هنا كرة لعبت من هناك. شوف فلافيو لمتعب ومتعب ولا بلبولي. البلبولي المس الكرة شوية وبالتالي حاول وجهتها على العارضة. 20 دقيقة 0-0. إن شاء الله ما يتكرر ناس سيناريو 2005 في دقيقة 21 قبلنا هدف من بودريك. وهنا طبعا المباراة في رعاية وفي إشراف لرئيس الجمهورية في مصر السيد حسني مبارك. موجود أيضا أعضاء الاتحاد العربي رئيس الاتحاد الأفريقي. حياته لا لبدأ بدأ يضغط الأهلي. الله يستر في الدقائق القادمة. تمشي بالرأس ترجع من الدفاع التونسي. مباراة تأكيد متوقعينها صعبة. لازم ناخذ شوية كرة نهديه شوية اللعب لأن الفريق المصري الآن بوضوح يسيطر على منطقنا الخلفية. متسقيك موري ما عندك علاش تخاف اليوم. موري وكومبيي تدخل المجد. إن ذهبت بينا لليابان إن حققت حلم أجيال ولاعبين. أجيال ولاعبين في الإدوال أو أجيال وأندية أيضا في تونس لم يصعفها الحظ الحقيقة في الحصول على هذا اللقب. ترجع الكرة في وسط الميدان. على فكرة بادرة طيب عملها سيموس دريس رئيس النجم الساحلي. ونقول استحاب الرؤساء القدامى للفريق. ثلاثة رؤساء مشوا مع الفريق منهم السيد البوراوي منهم السيد عثمان جنيح طبعا لاعب الكرة المشهور في السبعينات وكان رئيس النادي لمدة 10 عوام. هذه ممكن بادرة طيبة. شفنا أيضا اللاعب السابق في نهاية 2005 قيس الزواغي. الكل يحاول يقف مع فريق النجم في هذه المباراة المهمة والمصيرية لكن هي حماسية في ساعة ونصف في الأخير. أنت تحب تربح شقيقي المصري. أنا كتونسي أدعو وأحب لفريقي أن يكسب ويرفع راية الوطن في هذا اللقاء. هذا ما أتمناه وهذا ما أدعو إليه وما أسبو له. ولكن في الأخير نبقى خيان بعد نهاية ساعة ونصف كورة. لا مصر باش ينكسرها شيء إذا خسرت ولا تونس باش يتنحى منها شيء لو انهزمت. بينما تمشي كورة بالرأس ممكن نفوز. لا الحضري الحضري هذا الستار الحديدي. حذاري لا من السرعة لشادي. شادي يلزم نهاجم اما نركزوا على الدفاع. شوف شادي يحدث تفوق عددي. شادي وينك محمد علي نفخة والحكم يقول العب والكرة تمشي ملعوبة طويلة في مناطق النجم الساحلي. امشي تشيلسون تشيلسون يا ساتر يا تشيلسون يا تشيلسون يا سيلفا.
كانوا اثنين على ثلاثة واد جيلسون كان ممكن تقدم على الأقل يا أخي. ضعف الإيمان شوت كورة شوت كورة ضعف الإيمان. شو المشكلة الآن؟ أين أنت يا صابر؟ والصبر طويل ومرير في هذا اللقاء والرأسية وسهل عند البلبولي. اللقاء ممكن صدقني كل شيء فيه جايز كل شيء فيه جايز. النجم يلزم يستغل الفراغات للفريق الأهلاوي. الأهلي مطالب أنه يتقدم ويجينا قدام. جيلسون سيلفا الأخيرة الكورة مش هي مش اللي حبيناها مش اللي ترجيناها. كان ممكن يضرب كورة يقول المعلق المصري الكورباك يعني يضربها الباف كما جاءت الكورة. على كل مش نقريه الدروس الآن مباراة كلها أعصاب وترجع لدفاعنا ترجع من عفوان الغربي. برافو عفوان. يمشي الفريق التونسي في وسط الميدان الفريق التونسي في كورة جميلة وسط الميدان جميل ويعرف على الراية صفارة وفصايد على الشرميتي. هذه ممكن كورات الفريق التونسي تفرق برشا أنك تسجل هدف الأول على أنك تقبل هدف. واضح جدا النجم فرصته اليوم الكبيرة أنه هو اللي بادر بالتهديف. إذا الأهلي هو اللي سجل أول لقدر الله الأمور تتغير الحسابات تتبدل. تمشي كورة من عصام الحضري عصام الحضري بالرأس فلافيو ياخذ كل الكرات. فلافيو بالرأس ترجع لجيلبرتو يعمل كنترول. جيلبرتو ما يمرش لكن ياخذ كورتو. جيلبرتو والضغط الضغط النجم الساحلي 24 دقيقة الآن مبدئيا نقول اللاعبين تصرحوا اتحروا من ضغط الفاينل ويلعبوا في المباراة. وتمشي كرة مؤمنة لليسار التونسي عن طريق اللاعب البجاوي حاتم البجاوي. 24 دقيقة ربع المباراة في دقائقها مرت وانقضت. ما زال لا جديد يذكر ما زال التعادل سلبي ما زال الإصرار على البياض في خط الدفاع الأهلاوي وفي خط المرمى التونسي. بينما الحكم يقول فاول على جيلسون. مباراة تجيك أكيد باش تجيك يا نجم في كورة واثنين بربي يحطوها في المرمى. ترجع الكورة مرة ثانية أحمد السيد. شكون يضغط؟ بوتريكا حذاري بوتريكا ممتاز جدا ينطلق الهجوم يحاول يسدد وبرافو الدفاع. هذه هي الدفاع مش ممكن هذه الكرة الهدية المتعب مش ممكن هذه اللقطة العماد متعب. ومانويل جوزي يقول له يا عمدة سجل يا عمدة لن تأتينا أكثر من هذه الكرة وأكثر من فرص. اللقاء على عكس الذهاب سخون برشا لعب مفتوح فيه إثارة فيه فرص من الجانبين. النجم غير شك ما ننكروش ما نخبيوش عندنا مشكل واضح في الدفاع لكن هذه هي حدود الإمكانيات والحدود اللي ممكن نلعبوا بها النهائي. حكينا وانتهينا معناها اليوم يلزم تسلك أمورك بلهجتي ولهجة ما هو موجود هناك من بنزرة البنجردان ينتظر الخبر السعيد. وإن شاء الله أول أخبار السعيدة هو أنه البجاوي لباس لأنه سامحوني كانت تشخر. إن شاء الله الأمور تمر بسلام لأنه ثلاثة مدافعين أو ثلاثة لاعبين ناقصين وتخسر لاعب في المباراة ما نتمناش. الأهلي خلق أخطر الفرص كورتين ثلاثة الأصعب. النجم فرصه وخطورته من وضعيات سانحة لكن ما توفقش فيها ما استغلهاش ما لعبهاش بشكل ممتاز. تتواصل المباراة ونصل دقيقة 26 ممكن توقف اللعب باهي يهدى شوية الريتم ويهدى شوية الأهلي لأنه في آخر خمسة دقائق النادي الأهلي نقول بوضوح بدأ يضغط على المناطق الساحلية والتونسية. تمشي كورة بعيد على جيلسون. اليوم خبرة لاعبين عندهم أربع وخمس نهائيات مثل جيلسون مثل صابر بن فرج مثل ما لقيتش لاعب آخر لعب ثلاثة وأربع نهائيات حقيقة. بالفعل هو فريق شاب لكن إن شاء الله الشباب يغلب اليوم الخبرة. تمشي الكورة بالرأس في وسط الميدان مرة أخرى عن طريق موسى ناري يلعب الدولي من النيجر في الكرة في وسط الميدان ترجع للفريق الأهلاوي خطيرة جدا بوجلبان يعني في مباراة كبيرة ينطلق جيلبرتو هرب جيلبرتو في عملية اعتراض من صبر مفرج الحكم يقول خطأ وانذار على ما يبدو حسب حركة واحتجاج صبر. إذا انذار على صبر مفرج اللي يقول لاقي صعوبات كبيرة في إيقاف جيلبرتو. الأهلي عنده الأطراف يعني من اليمين إسلام الشاطر وفي اليسار جيلبرتو خطيرين وراهبين جدا. أخطأ في تمركز الدفاع وفي نقول المحاصرة للثنائي الخطير فلافيو ومتعب اللي تحت لهم أكثر من كورة وفرصة. النادي الأهلي واصل فترة تفوق وفي آخر خمسة دقائق مباراة نقول في آخر العناوين أنها مباراة رجال
اليوم مباراة روح، مباراة كليب. تمشي الكرة بالراس حفاري ومرت بسلام، تمشي الكرة اوت، ضربة مرمى للفريق التونسي. نجم الساحلي ممكن الآن بعد ما حكينا خوفنا أنفسنا في الدقائق الأخيرة من تفوق الأهلي، الحقيقة نطمنوا أنفسنا أيضا بنتائجنا خارج تونس. فزنا على الجيش الملكي 1-0 وأنت الهداف يا صابر، فزنا في القبائل على الشبيبة جي اس كا 2-0، فزنا من سنوات بهدف زبير بيع على أفريكا سبور، فزنا في أكبر الملاعب الصعبة في القارة الإفريقية منها كازابلانكا على الرجاء والوداد، هدف أوبياكور على الوداد وهدف جيلسون سيلفا في الرجاء. إذن أيضا بالإمكان اليوم تحقيق نتيجة طيبة، خاصة أنه النادي التونسي نجم الساحلي يلعب 7 مرات في الكؤوس الإفريقية في مصر، ينعم مكسب ولا لقاء صحيح، لكن في 5 مباريات من 7 سجل، وإحنا اليوم في رأيي المتواضع نحتاج إلى هدف، هو هدف يا جيلسون أو يا شرميتي. نجم الساحلي ممكن يحاول يوصل الشوط 0-0 ومن بعد يستغل تقدم الأهلي الأكثر للمباغتة، لكن حذاري من هذه الكرات. برافو الدفاع، برافو الفالحي، ترجع فريق التونسي. ألعب الكرة، شوية تركيز، شوية تركيز، ضاعت كرة على البجاوي. غير شكل لاعب صغير، واضح أنه خايف، يعني واضح. تمشي الكرة مرة أخرى في وسط الميدان. النادي الأهلي طبعا يلزم يحتاط لمرتدات النجم إذا يحب يهاجم ويسجل. هنا المعادلة التكتيكية وهنا لعبة العناصر ممتازة جدا. هذه الكرة 3-3 ممكن جدا تلعب له كرة. بيمشي مرة ثانية، مرة ثانية، وفي خطأ، لا في خطأ، لا ما فيش فاول لأنه السيد يستنى. بيمشي الكرة مرة أخرى، هو الهجوم الخاطف للنادي الأهلي عن طريق جيلبرتو، ترجع من الدفاع من الفالحي، رضوان الفالحي والصابر يخرج كرة تماس. هذه كانت وضعية الكونتر اتاك اللي نحلموا بها، نحلموا بها من يوم 27 أكتوبر الماضي، نشوفوا فيها في منامنا العشرة مليون كيفاش الكونتر اتاك يا ناري. بطيء جدا فريق النجم في عكس الهجمات. ممكن 0-0 في الشوط الاول تعطينا ثقه كبيره، تعطي ضغط اكبر على فريق الاهلي رغم الخبره. اذا ربي يستر في الربع ساعه، ما زالت المباراه، ما زالت كل الامكانيات مفتوحه، النجم لحد الان مش مقصر. ترجع الكوره من الفالحي، الفالحي يلعب كوره في وسط الميدان، كوره مهدوره بعيده على عفوان الغربي، ترجع لثالوث المحور في الدفاع الاهلاوي، شادي والنحاس هو السيد، والكرة لحسام عاشور، حسام عاشور يرجع بالكرة للنحاس. على فكرة 7 لاعبين من الأهلي من يوم لحد يمشيوا للمنتخب المصري، الفريق الأول الذي يشارك في الألعاب العربية، بينما كرة خطيرة وملعوبة ويخرج الحارس. برافو بلبولي، برافو بلبولي في لقطة مرة أخرى انطلقت من بوتريكا. بوتريكا اللي سجل في كل الفرق التونسية، ترجي، صفاقسي، النجم. نتمنى أن تنتهي هذه المسيرة حكاية بوتريكا ونوادينا. بينما ترجع كرة بالرأس، نعم الأهلي خبرة وقوي، لكن أيضا واضح أنه يخاف، ومن حقه أنه يخاف، ومن وعيه أنه يخاف، لأنه منافسه ليس سهل وليس في المتناول، فريق عنده تجربة. ونعاود نقول يلعب على هدف، هو بونتو يا صابر. تمشي الكرة مرة ثانية، جيلسون، جيلسون سيلفا يحاول، جيلسون يلعب كرة، هات ركنية، هات تسديدة، سدد الآن تسديدة ولكن ضعيفة. الكرة تتاح للفريق التونسي لكن كرة موري أوغومبي كانت كرة بعيدة. هذه المحاولة الأخيرة من بوتريكا، بوتريكا يحاول أن يمر والحارس البلبولي يسبق الهجوم الأحمر. النادي الأهلي تأسس 1907، النجم الساحلي تأسس في عام 25، وهو من أكبر الأندية التونسية ألقاب وجماهيرية. يرجع جيلسون سيلفا يلعب النفخة، النفخة وتمشي من البجاوي، البجاوي يلعب كرة للشرميتي، هي الشرميتي، لكن الحضري يحضر عصام مرة أخرى أمام أمين الشرميتي. 32 دقيقة لعب في الشوط الأول، ما زالت المباراة تخفي كل عناوينها، من سيكون البطل، من سيكسب، من سيعبر عبر بوابة من. ترجع مرة ثانية حسام عاشور، عاشور ويضغط نفخة، يمشي الكرة في وسط الملعب للقائد، يلعب الكابتن شادي مرة أخرى البوجلبان، شادي محمد، يلعب مهاجمين اثنين الأهلي، ممكن هذا على حساب التوازن في وسط الميدان، عنده في الارتكاز كان عاشور وبوجا، يعني ممكن استغلوا هذه الفرص، وجاتنا كرات، خرجنا بالكرات في الوسط، والكرة الآن من وسط النادي الأهلي، حذاري من بوجلبان، بوجلبان يلعب كرة، بوجلبان خطيرة وطويلة ومرت من ألطاف الله بسلام. النادي الأهلي يجد صعوبات في اختراق الدفاع التونسي، النجم واقف مليح، النجم مركز،
النجم يلعب في نصف ساعة بأداء جيد وفكر جيد، لكن الآن يبقى التنفيذ. خطط يا توفيق مع مارشان، ألقاوا الحلول في ساعة من الآن، الزمن لن ينتظرنا. عيسى حياته، حسن حمدي رئيس النادي الأهلي والرئيس المصري حسني مبارك يتابع هذه المباراة بعد ما كان من 20 سنة حاضر في نهائي النادي الأهلي والهلال، النهائي اللي كسبه الأهلي 2-0. على فكرة هو الأهلي من عام 83 ضد أشانتي كوتوكو ما خسر ولا نهائي أفريقي، النهائي الوحيد اللي خسره عربيا وأفريقيا عام 97 ضد الأفريقي في المنزة في البطولة العربية الجولدن كول بتاع جمال إمام. وهنا فما مخالفة، ممكن أن ذكرت الإمام يذكرني بالجولدن كول، يذكرني بهدف سيول عام 87 13 نوفمبر. 20 سنة بعد، هل تتكرر الأحلام؟ هل تتكرر الدعوات؟ هل نفلح وننجح في اختراق الحاجز الصعب، حاجز النادي الأهلي؟ البدري وحسام ينبه، جوزي يتأمل، الكل ينتظر ويتعشم في هذا اللقاء، ونحن ندعو من كرة أرضية. كرة كان ممكن تكون أحسن، هذه الكرات يا نفخة يلزم تستغلها، مش كل مرة الأهلي باش يعطيك مخالفة وفاول. يطمح حتى في تماس، نعم نهائي الليلة التماس تطمع فيه. يرجع مرة أخرى في وسط الميدان، كرة للنادي الأهلي، محاولة انطلاق فلافيو، معلم هذا فلافيو، ممتازة جدا من فلافيو، قيمة المحترفين والأجانب يعطيك الإضافة. وفي خطأ ومخالفة على بوتريكا، المخالفة صحيحة الحمد لله ما غير إنذار، وبالتالي تتواصل المباراة. 34 دقيقة لاعب في الشوط الأول، 0-0 مهم جدا في هذا الشوط الأول، الضغط يمشي ويكبر على النادي الأهلي. على فكرة نحب نعطيكم بعض الأرقام والمؤشرات من السايت الموقع الرسمي نجم الساحلي وأحباؤه. بعد هذه الكورة بلبولي، ممتاز أيمن، ممتاز البلبولي. قلت موقع الرسمي النجم الساحلي هناك 15% يعني متشائمين جدا، يقول لك المباراة خلاص اتلعبت والأهلي فاز باللقب، 15% يراو الحظوظ موجودة لكن ضعيفة جدا. بالنسبة ال 25% يقولوا أن النجم سيفعلها وسينتصر في القاهرة، وال 45% اللي هما أكثر واقعية واللي أنا من بينهم أنها 50-50، 50 للإتوال 50% للأهلي. هذه الكرة الأخيرة من أحمد السيد، والكرة اللي خذها على مارتين البلبولي أو المثلوثي كما تحبوا. هذه الكرة كانت من أحمد السيد. إذن مباراة مهمة جدا، هذا اللقاء جديد، الأندية التونسية والأندية المصرية في 21 مواجهة سابقة في الكؤوس الأفريقية، 11 مرة تأهلت الأندية التونسية و10 مرات مرت الأندية المصرية. هذا بالمناسبة النهائي رقم 4 والثالث على التوالي في الكاف شامبيونز ليج بين أندية تونس ومصر. عام 94 الترجي ربح الزمالك، عام 2005 الأهلي ربح النجم، عام 2006 الأهلي ربح السياساس أو نادي الصفاقسي، و2007 لمن ستكون. عربيا لعبنا دورين نهائيين بين الأندية التونسية والفرق المصرية، وإن كانت الواجهة الأفريقية فيها تفوق مصري فأنه الكادر العربي فيه امتياز تونسي. النادي الأفريقي ربح النهائي النادي الأهلي عام 97 في البطولة العربية، وفي الشامبيونز ليج العربي عام 2004 في بيروت النادي الصفاقسي فاز باللقب عبر بوابة الإسماعيلي بركلات الترجيح. الكرة الأخيرة اللي ضيعها عمر جمال وسجل تايب لقب وتاج للنادي الصفاقسي. ترجع الكرة، إسلام الشاطري وزع كرة حذاري، ما غير توتر أعصاب ما غير نقول تسرع. ترجع مرة ثانية في وسط الميدان عن طريق النحاس، النحاس يلعب الكرة مرة ثانية في وسط الميدان. هذا النهائي الثالث بين الفريقين، الأهلي كسب نهائي 2005 في الشامبيونز ليج وربح في أديس أبابا بضربة جزاء، بضربات الجزاء 5-4، نهائي السوبر في أثيوبيا. بينما اليوم يوم آخر واليوم يوم ثاني، والكورة لو تمر، هيا يا شرميتي، هيا يا شرميتي، الكورة اللي ضاعت. نعم الحضري غاضب من الدفاع من النحاس وأيضا شادي في اللقطة الأخيرة، كان ممكن يخلق منها كورة العمر أمين الشرميتي. ترجع الكورة للفريق الأهلاوي، جيلبرتو 37 دقيقة لعب في الشوط الأول، التعادل ما زال أبيض،
والكرة للفريق الأبيض باللون الأحمر بالنجمة والهلال. النجم يتقدم مرة أخرى عن طريق موري للشرميتي. الشرميتي في وسط الميدان ما نخسرش كرة، أحلى لعب له كرة ممتازة ناريو كومبيي، الكرة تجينا والخطأ يكون لنا. لا الحكم العرجوني يقول العب، الحكم العرجوني يقول العب وتلعب، والأهلي تشوفه الآن في فترة حرجة. أيضا الأهلي خايف من المباراة حقيقة، واضح احترام الفريقين والخوف من المباراة. وكرة جميلة ومرة ثانية والحكم يزفرها، هذه المرة يعلنها. تقولوا شبيه المعلق ماله الشوالي، يعني تحمس في مخالفة كانها بنالتي، لأنه هذه كراتك يا نفخة. آه من نفحة يا نفخة في 99 ضد الوداد البيضاوي في كازا في استاد الأب جيجو البيرجيجو، كانت مباراة صعبة وفي الوقت نفسه 36 دقيقة جات كورة ما فلتهاش الغضبان. آه لو تفرحنا يا نفخة، آه لو تجيبها يا نفخة. إذن 0-0 الأهلي والنجم الساحلي، وهذه كرة الشوط الأول ستلعب للفريق التونسي. صابر يفكر، الفالحي يعطيه الفتلة أو الخيط. كرة مهمة جدا، كرة مهمة في 25-30 متر. الكرات الثابتة تحسم نهائيات، حسمة نهائيات. 39 دقيقة ونسمع في الجمهور التونسي الآن صوته واضح في استاد القارة، 50,000 متفرج. الإمكانية والكرة والهدف، لا كرة قريبة جدا من صابر بن فرج، خيرها في خيرها يا صابر. نعم المباراة مفتوحة لكل الاحتمالات. نعم للأمانة الكرة الأخضر كانت للأهلي، كرة العارضة لمتعب، هذه الكرة في نفس المكان لعبها الغضبان من 9 سنين، لكن لم تكن بنفس التوفيق ونفس الفلاح والنجاح. النجم اخذاه وسط الميدان لأنه جوزي جازف يلعب مهاجمين اثنين متعب وفلافيو، ما عندوش حل وخيار، وبالتالي الوسط فقد توازنه والنجم يلعب بإصرار وحماس. مباراة كبيرة، مباراة كبيرة من النجمة التونسية. تمشي كورة في وسط الميدان في خطأ، نعم فاول النادي الأهلي، خطأ للأهلي. تلعب بسرعة جيلبرتو، حذاري من آخر دقائق، الشوط أوشك على النهاية. المردود ممتاز والنتيجة طيبة، ما زلنا في الكاس وفي البطولة. إذا حذاري من آخر دقائق، حذاري من المارد الأحمر. ترجع مرة أخرى في وسط الميدان، ناخذ ثقة أكثر، لكن ما تلعبليش هنا الثقة باهية، ما مش بحذا البلبولي. ابعد ابعد يا بجاوي، بجاوي ما ضرب حتى كورة. حسام البجاوي، حسام البجاوي، حسام البجاوي في خطأ، في خطأ أو في أوت تماس. عمار جمالي حد الآن تخل بسرعة في المباراة، إن شاء الله مع الشوط الثاني يتنحى الخوف بالنسبة لبجاوي. فماش شيء يخوف، هذه كورة 11 ضد 11 عشخويا. تمشي كرة طويلة، الشرميتي، الشرميتي، الشرميتي يعمل كنترول، يهرب السيد، لا أحمد السيد الخبرة في الأوت. التماس للنجم الرياضي الساحلي. الدقيقة 40، الأهلي 0 والنجم 0 في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2007، النسخة رقم 11. إذا تمشي الكرة، المباراة تتواصل، المباراة تتواصل في لحظات صعبة جدا على الفريقين. النجم بدأ ياخذ ثقة، بدأ يركب شوية المباراة، والنادي الأهلي ينوم في هذا الركوب النجماوي. تمشي كرة مرة أخرى، نمسكه في اللعب، كرة ممتازة خطيرة جدا ملعوبة من موري، وصل يا موري، وصل يا غومبيي، حذاري من الكونتراتاك المرتدة، المرتدة الأهلي الفريق الأهلاوي، ولكن مرت بسلام. النادي الأهلي في الشوط الأول صعوبات كبيرة وكبيرة جدا، هي نقول نار البداية اللي فريق الأهلي حاول يستغلها. جوزيه واضح أمامكم يقول ليس هذا فريقي، ليس أدانا. المباراة صعبة وستزداد صعوبة، ومع آمال أهلاوية وفيها أحلام نجماوية. الكرة عند الحارس الحضري، الحضري يلعب للنحاس، والله هو هدف يا نجم، هو هدف يا نجم الخضراء. تمشي الكرة مرة ثانية للنحاس، النحاس رغم غياب الدفاع بأكمله تقريب أو في ثلاثة أسماءه، نقول أنه الأهلي يعني يصعب أنه يسجل أكثر من هدف في مباراة اليوم. ترجع مرة أخرى في وسط ميدان، تماس أوت، دقيقة 42، المباراة تزداد صعوبة. يمشي إسلام الشاطر، الشاطر في وسط الميدان، حذاري الرجل لرجل مان تو مان، الكرة ممتازة الوسط، برافو الوسط اليوم، خمسة وخميس عليكم. ينطلق الهجوم في خطأ، فاول للنجم الرياضي الساحلي. نعم الاختيار التكتيكي هذا ممكن باش يحكي فيه الكابتن زبير بيا مع الكابتن طاهر ابو زيد. وسط الميدان الاهلي خسر المعركه في الشوط الاول لانه يلعب باثنين ارتكاز فقط، بوتريكا ادواره هجوميه اكثر قدام وراء كل من فلافيو ومحمد متعب. واسمعوا جمهور التونسي هنا في استاد القاهره،
كل هذا بحسابه، كل هذا مهم في النهائي. والراسية تمشي، الكرة سالة. الشرميدي المحارب التونسي المقاتل يقاتل على كل كرة تمشي طويلة، ملعوبة بالراس في وسط ميدان، ممكن فيها خطأ. ماذا كل حكم يقول؟ ألعبوا تسديدة وفيها فرصة وفيها هدف، والكرة تخرج. لا، في خطأ مرت منها لطف الله، وممكن فيها خطأ من الأول وفيها أوفسايد في الثانية. المساعد المغربي يرفع الراية، كانت خطيرة من بوتريكا. إذا كرة متعب على العارضة، إذا كرة بوتريكا على العارضة والتسلل الواضح، يظهر لي يومك يا نجمي، يظهر لي يومك يا نجمي. نعم الكرة تريدك وهي لم تدخل حتى هذه المرة. إذا أوفسايد على بوتريكا. قلت لكم نبهتكم حذاري من النادي الأهلي في الدقيقة 40 ال 45 والثانية ركبات. فريق من كورة ممكن يصنع الفارق، عنده تجربة بالإضافة للمسابقات الإفريقية اللي كسبها، يعني 13 مرة بين كأس الكؤوس وكأس الأبطال وكأس السوبر. فريق ما خسرش ولا بطولة رسمية من 2005، وفريق اختلط وشارك في كأس العالم الأندية، لعب مرتين مع مركز ثالث العام الماضي. إذا حذاري. على فكرة في فنيين من باتشوكا المكسيكي حاضرين هذا النهائي، لأنه باتشوكا المكسيكي هو من سيقابل بطل إفريقيا في كأس العالم 2007 من 7-16 ديسمبر الشهر القادم إن شاء الله في استاد طوكيو الوطني وفي استاد اليوكوهاما. حذار الآن دقيقة ونصف. بأي الطرق لابد أن نصبر ونصمد الآن أمام إبداعات بوتريكا وخطورة متعب وفلابيو. 44 دقيقة لعب في الشوط الأول، التعادل سلبا 0-0، نتيجة الذهاب حاليا في نصف المشوار. لكن في آخر أمطار هذا الشوط بالرأس ترجع من الدفاع مرة أولى، ترجع مرة ثانية. شوف حماس الفريق الأهلاوي، ارجع جيلبرتو بالراس، جيلبرتو وما يسددش، وينطلق الهجوم المعاكس. المرتدة، المرتدة لعب له كورة الآن على يمينك، برافو حسام البشاوي، وصل حسام ما تخافش. ينطلق البشاوي، باهي باهي البشاوي، يمر حسام البشاوي ويلعب كورة في النصف عن طريق اللاعب موري كومبيي، تمشي كورة خطيرة. الشرميتي أوه لم تصل، وما زالت ما زال ممكن جدا فرصة للنادي التونسي وركنية. لا تماس، أوكي تماس للنجم الساحلي، تروح صعيب برشا. هذا هو الشادي يتدخل بصعوبة من فريق النجم اللي يلقى في مساحات، هي كورة من هنا وكورة من هناك. النهائي هذا 1-0، 1-0 للأهلي و 1-0 للنجم. يمشي التماس في الدقيقة الأخيرة 45، شوت في رأي المتواضع كبير برشا من النجم الساحلي. ما حسيناش بالغيابات، حسينا فريق بعزيمة ونتيجة صدقوني باش تعطيه روح، باش تعطيه ثقة. شوف صعوبة الشوط الأول بادي على ملامح الخبراء، لاعبي الخبرة حسن مصطفى أوائل جمعة. هذه الكرة الأخيرة من فلافيو والأوفسايد، تسلل كان على بوتريكا. إذا آخر كرة، آخر كرة لفريق النجم الرضي الساحلي في هذا الشوط الأول. الشوط انتهى، النتيجة بيضاء، 0-0 في الذهاب، 0-0 في شوط أول من مرحلة الإياب. كيف ستنامين يا سوسة هذه الليلة؟ في عيونك دموع الخيبة لا قدر الله، أم في عيونك دموع الفرح بإذن الله؟ تمشي كورة مرة ثانية للنجم الساحلي، تماس واوت، برافو، يقتل الوقت ويكسر الريتم. لو أنه نحب صراحة هدف للنجم، لأنه حتى لو تحسب وتقول ونوصل ضربة جزاء، الأهلي عنده حصام الحضر يحسم كل الركلات. إذا يلزم نسجل، وتمشي كورة ممتازة، ممكن هي الضربة والجول والهدف الأول، والهدف الأول. يا الله يا غربي، يا الله يا غربي يا ولد العربي، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تتغير الموازين، تتغير المعادلات. أخيرا 1-0، النجم الساحلي يسجل أول أهدافه في مرمى الحضري في آخر لحظات الشوط الأول. مش ممكن مش معقول، مش منطق مش مقبول. شوف الضربة يا الغربي، شوف عفوان في المرمى الأهلاوي. 1-0، 1-0 لنجمنا الساطع. الله الله الله، 1-0 والشوط سينتهي بإذن الله. مش ممكن هذه الكورة، قلت لك الكورة عندها مؤشرات. ضربت على العارضة لبوتريكا، ضربت على العارضة المتعب، قلت فيها خير، قلت فيها خير. الآن 1-0، رد بالكم الأولاد، رد بالكم الآن، خلاص أنت قربت.
في شوط رائع جدا، في شوط امتياز وممتاز. حذاري من الكره الاخيره، يمشي جيلبرتو يوزع يضغط النادي الاهلي وكورنر. حذاري النادي الاهلي لم يرمي في يوم المنديل، هذا العريق لم يرمي المنديل. جوزي في شوط اول تفوق علي مارشان، ما فيش الاوفسايد. شوف اللي كسر التسلل، النحاس العمده، خرجت الكره، الكنترول، التوزيع بالراس، يا ساتر يا رب. الاهلي الان سيكون بركان، الاهلي بركان. زفر العرجون ام لا؟ يقول العب يا جيلبرتو. ما زلنا سنعاني، مباراه اعصاب لا انصح بها، امراض القلب، وتمشي كوره والمثلوثي او البلبولي. 1-0 في الوقت المطلوب جدا، في الوقت الحساس والقاتل، تمشي كوره مره ثانيه. النجم لعب برشا ذكاء، لعب برشا خبره، لعب برشا هدوء، لعب حقيقه في ثوب الكبير. تمشي الكره مره ثانيه في وسط الميدان، 3 دقائق. العين بتاع تواس الكل على الوقت الان، على الوقت. حذاري في هذه اللقطه، حذاري من هذه الكره، يلعبها جيلسون، تمشي في خطا لا، يلعب النادي الاهلي. ركز شويه، ركز شويه، ما انتهتش المباراه. بوتريكا، بوتريكا يلعبها، تمشي عن طريق شادي، شادي للنحاس. هي دقيقة ممكن تقلب الموازين، هي دقيقة البطولة الآن. والشوط الأول خلص وانتهى، 0 النادي الأهلي، 1 العملاق الساحلي. الهدف عفوان الغربي. بقينا هذا الشوط، ما زال الثاني أصعب. هذه كورة، ممكن كورة البطولة، ممكن يكتب لنا أخيرا المولى الله لقب الشامبيونز أم لا. الغربي يتقدم بالنجم لهذا الشرف، ولكن عبرتها بالخواتيم. افرح وهلل أنت تونسي نجماوي. 1 لطوال، 0 الأهلي. الحكاية لها تفاصيل ووصول في الشوط الثاني من مباراة النهائي. الآن نعود للاستوديو التحليلي برفقة الكابتن عدنان حمد الحمادي، الكابتن زبير بيا، والكابتن طاهر أبو زيد. شارب توشيبا بالعربي، توشيبا شارب بالعربي، في كل مكان تلاقيهم، والناس واثقين في العربي. تلفزيونات توشيبا وشارب، أكتر من 65 موديل ومقاس، أكيد هتلاقي فيهم اللي بتدور عليه. شارب توشيبا في مباراة الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2007. الشوط الأول انتهى 1-0 للفريق التونسي في آخر لحظة من الشوط، الهدف من عفوان الغربي. نعطيكم تفاصيل المباراة ممكن بالصورة الإذاعية. لاعبي الأهلي دخلوا 50,000 أهلي، مهم جدا هذه من الناحية المعنوية، ودخول أيضا حسن مصطفى. شوفوا بديل لمن حسن مصطفى، نجم الساحلي واضح بالنسبة ليه. الآن الربع ساعة 20 دقيقة الأولى يلزم يعداها سلامات، لأنه 1-1 يرشحوا للفوز باللقب الغالي الذي تمنى عنه طيلة سنين، بينما الأهلي يحتاج إلى هدفين. ليس سهل ولكن أيضا ليس مستحيل، وبالتالي الدقائق الأولى في بداية الشوط باش تفرق برشا في مصير البطولة. إن شاء الله النجم يكون مركز، إن شاء الله ديما التفوق للأفضل. وشادي يطلب المساندة من الجماهير. الدقائق الأولى صعبة، وصعبة جدا، والراسية، وتمشي ضربة ركنية، ركنية للنادي الأهلي. أتوقع أن يكون حصار أهلاوي في أول الدقائق من هذا الشوط. حاول يرجع بسرعة النادي الأهلي، لكن تعرف بين السرعة والتسرع هناك فوارق شاسعة، وأيضا هناك مساحات على النجم أن يستغلها. يلزم يلعب الهدف الثاني، وخطيرة بالرأس ومرت بسلام. الدقيقة الثانية في زمن الشوط الثاني. لا أخفي عليكم كم الأعصاب مشدودة، كم القلب يخفق على غير العادة. نعم كل مرة اقتربنا، ولكن جاء في طريقنا يا حكم، يا نجم مثل بوتريك العام الماضي، يا حظ ضربات جزاء مثل مخسر الترجي ضد الرجاء من 7 و8 سنين. صارت نوع من العقدة، لكن حان لها وحان لأوانها أن تنتهي إلى الأبد. النجم الساحلي يتقدم في شوط قربنا أكثر من العادة، في سيناريو خارق للعادة، لكن كما نقول عبرتها بالخواتيم. ما زالت 45 دقيقة الآن، ما زالت 43 دقيقة، ينعم نحسبها باللحظة والثانية والجزء من الأعشار. ينطلق الهجوم التونسي في وسط الميدان، الهدف الثاني طبعا يحسمها نهائيا، والنجم يلزم يلعب على هذا الهدف والتسديدة بعيدة، لأنه الفريق الهلاوي الآن وسط الميدان ما عندوش خيار. مكرهن أخاك لبطل، جوزي
يخرج وسط ميدان ممكن بوجة أو عشور يدخل حسن مصطفى. ولو نحب نتأكد أنا من التغييرات إنه ما نصورش أنه بش يلعب وسط ميدان يعني بهجوم 100%، وبالتالي سيكون خطير جدا ومجازفة ونوع من الانتحار الكروي، بينما كرة خطيرة لا سهلة. برافو برافو مثلوثي، والمرة الجاية عشولدي ما يتعداش بيك بهذه الطريقة. انتبه انتبه جمل عمار، عمار أجمل، واللاعب أيضا حاتم البجاوي تمشي للشرميتي. الشرميتي يقاتل على كل كرة. هانت، تفكروا تونس وتفكروا البطولة وتفكروا اليابان، 40 دقيقة نموت في الملعب. تمشي مرة ثانية النادي الأهلي، الفريق الألاوي والضغط والبريسينج. بقى حسام عاشور، حسام عاشور قلت لك مستحيل يعري وسط الميدان. ينطلق السيد أحمد السيد، بوجه أيضا موجود، بوج البان، بوج البان يلعب البوتريكا، بوتريكا والدفاع مع بوتريكا وفي خطأ من غير فاول، كان ممكن كان ممكن يا فالحي. يفلح الرائع بوتريكا في الحصول على خطأ. مباراة أعصاب الآن، الخطأ صحيح وموجود ضد ولدنا، والكرة لابن المصريين المدلل محمد أبو تريكا. 4 دقائق في الشوط الثاني، يفرق برشا السيناريو في أول ربع ساعة يا صابر. تمشي كرة خطيرة بالرأس، يا ساتر، وهدف التعادل. قلت لك يفرق، قلت لك يفرق برشا التعادل عن طريق النحاس. إذا يتعادل النادي الأهلي. نعم الكأس ما زالت تونسية، ولكن المباراة تزداد صعوبة. هنا قوة النادي الأهلي، هدف بكرة ثابتة مخافة مثل هذه، حرام هذا الهدف. هدف التعادل للنادي الأهلي أول 5 دقائق. الآن شلت عندك مش تشوف النادي الأهلي في الهجوم، شوف الهدف اللي كان ممكن تفاديه. جيلبرتو يضرب الرأس وحده وحده، يطلع لاعب. استغرب دائما من هذه الخفلة والهفوة. شوف الكورة، شوف الكورة والتعادل. جيلبرتو يضرب الرأس وحده النحاس، مش معقول، مش معقول يا دفاعنا، مش معقول يا دفاعي، مش معقول. والتعادل من النحاس. 5 دقائق لعب في الشوط الثاني، التعادل 1-1. لازم ما يخافش النجم الآن، كيما سجل هدف ممكن يسجل على الأقل يدافع. يمشي كرة طويلة للشرميتي، الشرميتي كرة جيلبرتو، جيلبرتو للفريق الهلاوي. أكد مرة أخرى النادي الأهلي أنه عنده خبرة وقوة شخصية كبيرة. فريق في القارة 50,000 وضغوط كبيرة ورئيس جمهورية حاضر وخاسر 1-0، يرجع لك في أول 3 دقائق من الشوط الثاني. فريق كبير. ترجع مرة أخرى من حسام عاشور، حسام عاشور يلعب البوتريكا، بوتريكا يتحرك الآن، بوتريكا تمشي الكرة مرة ثانية، حذاري من هذه الكرة وفرصة لفلافيو، والدفاع يتدخل والعرجون يكون العب. الكرة كانت خطيرة، أعطيني يا مخرج صورة الكونتر أتاك. تمشي الكرة سلامات لفلافيو، والهجوم من جيلسون، جيلسون يلعب كرة الشرميتي، ممكن جدا السرعة، وين السرعة يا شرميتي؟ الشرميتي الشرميتي ممتاز، يوقف الكنترول، يلعب كرة مع جيلسون، جيلسون سيلفا، النهاية يبدأ من جديد، رغم سباقية النجم الحالية بهدف من لاعب عفوان الغربي. الكاس في تونس، لكن ما زالت 40 دقيقة وأكثر من بوتريكا اللي بدأ يتحرك، يتغلب على مصاعبه ومتاعبه الصحية، يتغلب على إصابة بروح الجماهير. ينطلق حسن مصطفى، حسن مصطفى بش يسدد، حذاري حذاري بش يسدد مرة أخرى، حسن مصطفى والدفاع، دفاع النجم الساحلي يتفطن لضغط أهلاوي واضح وكان منتظر. قلت لك انتظروا حصار أحمر، نعم كان الحصار الأحمر في أول دقائق وهدف. يمشي مرة أخرى الفريق الأهلاوي، ضغط كبير والجماهير تدعم الفريق، تدفع الفريق، خطيرة جدا، فرصة كبيرة وتسديدة، يا ساتر يا ساتر يا ساتر. كرة قريبة، كرة ضربة مرمى للحارس المثلوثي. يلزم يهدي اللاعب فريق النجم الساحلي قد ما يقدر. أجواء كبيرة واستاد القاهرة الآن تسمع الجمهور، الآن جمهور الأهلي بعد الهدف يشجع بطريقة غريبة وكبيرة، وهذا هو الجمهور الحقيقة. بينما مش هذا الدفاع، مش هذا الدفاع باش ندافع على 1-0. التعادل عن طريق النحاس، إذن عماد النحاس يتعادل للنادي الأهلي في أول دقائق الشوط الثاني. مباراة مثيرة، مباراة كبيرة وطويلة، فيها الأنفاس مقطوعة، من سيبلغ آخر الردهات وهو العريس هذه الليلة. ترجع الكرة مرة ثانية، النادي الأهلي يضغط، النادي الأهلي، برافو البجاوي، والكرة تبقى في الأوت تماس. أرجع يا حسام، أرجع يا بجاوي، ترجع مرة ثانية، وركنية، ركنية لفريق النجم الرياضي الساحلي. لا أدري الإمكانية تقحام مثلا مجد التراوي أو لاعب آخر في وسط الميدان،
ممكن في وقت من الأوقات يلزم نضحي ونلعب 4-5-1 أكثر بوضوح، أو واحد في الأكس في المحور. لو كان مجدي في فورما كان ممكن يلعب مجدي في وسط الميدان ونوخر موسى ناري للدفاع. وهنا إصابة إن شاء الله خفيفة بالنسبة للشاب حاتم البجاوي. حاتم البجاوي من اللاعبين الصاعدين، إمكانيات بدنية ممتازة طبعا، مش حكم اليوم على أدائه ومردوده في لقاء صعب أمام جمهور بهذا الحجم بهذا الحماس بهذا الحب للفريق الأحمر. إذن التعادل 1-1، 8-9 دقائق لعب في الشوط الثاني. النتيجة هدف النجم كان في وقته، شوف هنا خروج الكرة وما فيش أوفسايد، شفتوا رقم 4 عماد النحاس كان مكسر التسلل عند خروج الكرة، الهدف الشرعي 100% بالنسبة لممثل الكرة التونسية، الهدف الأول من عفو الغرب. يعاود المخرج يعاود لك وشوف عماد النحاس يعني على نفس الخط مع جيلسون ومع بن فرج، وبالتالي أمور شرعية، بينما كرة خطيرة فرصة كبيرة جدا والهدف الثاني يضيع ضربة مرمى. خطير جدا النادي الأهلي، هذا هو الأهلي اللي كان مرعب في 2005-2006. استعمل يا فالحي، استعمل يا فالحي، ارجع الهدوء الآن والتركيز على المباراة بإنذار جت باللطف. يستاهل الفالحي، ماذا يصنع ماذا يفعل، لازم نركز على الكورة ونلعب للكورة، هدف لهدف. المباراة صعبة وصعبة جدا تزداد صعوبة، الهدف المبكر طبعا أشعل الأهلوية. شوف الكورة من بودريكا، كورة أولى ممكن فيها خطأ ومرت بسلام، مرت بسلام من بودريكا وفلافيو. والنادي الأهلي يضغط الآن بشراسة أقول كروية على دفاعاتنا في هذا التوقيت واللحظات. النتيجة 1-1، لابد من الهدوء، الهدوء هو طريق المكسب والنجاح. 10 دقائق في الشوط الثاني، النتيجة مازالت متعادلة 1-1، والحكم ماذا يؤشر؟ انذار، انذار على البنبولي، يعتبر فيها العرجون إضاعة وقت. الخوف، كل الخوف أن نتخمروا في هذا اللقاء ونخسروا تركيزنا اللي لعبنا به الشوط الأول. هو الهدف، هو الهدف من عماد النحاس، غير كل الأوراق، هيج عليك الجمهور، هيج عليك نجوم الأهلي، قلب عليك المباراة. لكن ما زالت نتحدث مبكرا عن الكأس لأنه نعرف صعوبة هذا الشوط الثاني، ما زالت الأمور مش تحكي على التتويج. تمشي مرة ثانية في وسط الميدان، لازم نرجع شوية نهاجم، نخوف الأهلي منا في الهجوم المعاكسة. يمشي الشرميتي، ترجع الكرة في وسط الميدان عن طريق الدفاع الأهلاوي. 11 دقيقة لعب في الشوط الثاني، الأهلي 1 والنجم الساحلي 1، نهائي الكاف شامبيونز ليج 2007. وسط الميدان بدخول حسن مصطفى تغيرت الأمور، خذا وسط الميدان النادي الأهلي في بدايات هذا الشوط الثاني، دويلة وقوية وبعيدة برشا من بوجلبان. خرج أحمد السيد بطبيعة الحال ودخل حسن مصطفى، ضرب ضربتين أو عصفورين بحجر واحد مانويل جوزيه، قوى وسط الميدان، أعطاه توجه هجومي أكثر وأيضا أعطاه ثقة لفريقه. ترجع مرة أخرى في وسط الميدان، برافو، يزم نلعب كورة مرة أخرى، يزم نرجع ناخذ الكورة، 1-3 هنا المساندة، بيع الكورة، ألعبها بعيد، برافو، تمشي كورة مرة ثانية في وسط الميدان الشرميتي، الشرميتي في خطأ، نعم، فاول صريح وصحيح للفريق التونسي. أو أحمد السيد مازال موجود، إذا نريد أن نتأكد من التغيير اللي عمله، ممكن هو عماد متعب ما شفتوش، يمكن عماد متعب رجع لعب بتوازن، سنتأكد من خلال المعطيات القادمة في هذا اللقاء في هذا الظرف والنقل المباشر لمباراة الأهلي والنجم الساحلي. لا يبقى يلعب نفس الدفاع، بينما تمشي كورة موريو غومبي مرة ثانية، كرة ممتازة على الأطراف، قوة صابر، ينطلق بن فرج، يلعب بن فرج ويبعد، خطير لكن تولت منه، تولت على الصابر بن فرج. حقيقة اليوم مساهمته نجاح كبير لصابر، القى المساحات وتجاوز أكثر من مرة أحمد السيد على عكس لقاء ذهاب. بينما تمشي كرة طويلة في الدقيقة 57، مرة ثانية الدفاع رجع يركز النجم الساحلي، هذا مؤشر واعد، هذا مؤشر باهي. ترجع مرة ثانية ناري نفخة أوغومبي، مرة أخرى الشرميتي والبجاوي، البجاوي حاتم يلعب كرة طويلة، ترجع في وسط الميدان، شو خذا الوسط، خذا الوسط الفريق الأهلاوي مرة أخرى عن طريق فلافيو حاول يمر، فلافيو خطيرة جدا والدفاع يتدخل، والحكم ماذا يقول؟ يقول ضربة مرمى، يقول ضربة مرمى واحتجاج أهلاوي كبير جدا، أو ركنية يؤشر بها ويؤشر عليها الحاكم المغربي العرجون. كانت كرة خطيرة مرة أخرى من بودريكا، وهذه اللقطة أمامكم الفالحي،
لعب النار الفالحه في الكره هذه، لعب النار الفالحه في الكره هذه. ترجع الكره من بوتريكا 13 دقيقه لعب في الشوط الثاني. متعب موجود وفلافيو، شكل هجومي واضح للنادي الاهلي، خطيره مره اخرى وتمشي عند الحارس ايمن البلبولي. البلبولي ياخذ وقته، ياخذ كورته، يلعب كره طويله في وسط الميدان. في اصابه ممكن لاحد اللاعبين بالفعل، يتوقف المباراه هو محمد علي نفخه. ان شاء الله السلامات، ان شاء الله لاباس نفخه. المباراه قويه وقويه جدا، تليق بنهائي الشامبيونز ليج الحقيقه. إذن خروج إسلام الشاطر، هذا هو التغيير اللي عمله المدرب جوزيه، خرج إسلام الشاطر، قوى وسط ميدانه بحسن مصطفى، والفريق نقول الأمانة تغير شكله 180 درجة. بينما تمشي من جيلبرتو، نعرف كرة اللافة خطيرة، فرصة من حسن مصطفى، ما زالت بالرأس، برافو الدفاع، كانت صعبة جدا مرة أخرى. النادي الأهلي عن طريق حسن مصطفى ممكن أحسن دقائق الأهلي في هذه البطولة هذا الموسم، وبالتالي أصعبها على فريقنا. ترجع مرة ثانية في وسط الميدان، ضغط النادي الأهلي، الروح للنادي الأهلي، هذا هو روح الفريق الأحمر اللي يلعب الآن. مش معقول، مش ممكن، أربع خمسة ما ناخذوش كورة. البشاوي مش معقول، الله يستر اللي عدى على خير هذه، وبالفعل مرت على خير، مرت بسلام. بوجلبان مباراة أسد اليوم، بوجلبان قدم مردود ممتاز جدا. مش معقول الكورة ما تخرجش الآن، حتى بدنيا تتحكم. شوف شوف المغامرة من حاتم البشاوي، ستار الله وكاو. يعني حاتم البشاوي يعمل في تاكلينج في منطقة الجزاء، ايش يفكر، ايش قرر، ايش اختار، يعني لو لمسه وطاح بوجلبان ضربة جزاء، وما يحكي حتى واحد بينالتي. ترجع مرة أخرى، نجم الساحلي إذا يحب يربح البطولة مرة أخرى لازم يسجل. النادي الأهلي خطير جدا في الهجوم الآن، مرة أخرى تمشي نفخة، يلعب الكرة للبشاوي، البشاوي طويلة في وسط الميدان، الشرميتي يقاتل، ترجع من شادي، خطيرة لكن أحمد السيد، ممتازة من أحمد السيد، يضرب الرأس بوتريكا، تغير 180 درجة بوتريكا، الروح طبعا بتاع بوتريكا في هذا الشوط الثاني. حسن مصطفى، حسن مصطفى، وتمشي الانطلاقة للفريق الأهلاوي مرة أخرى للنادي الأهلي. شادي، الكابتن شادي، مرة أخرى لأحمد السيد. السيد يلعب الكرة بوتريكا، عنده مساحات أكثر، كان مسكه التراوي في اللقاء الأول في سوسة، اليوم خاصة في الشوط الثاني لقى مساحات كبيرة. الآن بوتريكا يمشي، عفوا الغربي سحب الهدف، يعكس الهجوم، هرب الشرميتي، هرب الشرميتي، هرب الشرميتي، مش ممكن، مش معقول، مش ممكن، مش معقول، بطاقة صفراء حمراء، ماذا يقرر؟ حمراء 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 على النحاس، هي الديتالسية الجزئيات، نفس اللي صار في سوسة، المرياح وبركات. النجم يتفوق عدديا 11 ضد 10، لكن انا نقول يا ريت بقى النحاس ومشى الشرميتي وسجل هدف، يا ريت مشى الشرميتي وسجل هدف على الاقصاء، لكن ربك يعلم، ربك يعلم ماذا سيحدث. نفس سيناريو مرياح وخبره العمده النحاس، النحاس يقول لك فيا ولا في الاهلي، فيا ولا في الاهلي، اقصاء في محله، العرجون طبق القانون، والآن كورة للنجم الساحلي في مكان ممتاز جدا، هدف وبكرت أحمر، يا نفخة يا نفخة يا نفخة. محمد علي نفخة 17 دقيقة لعب في الشوط الثاني، ركز لي على الكورة هذه، الكورة تضحك لك مرة، الدنيا تجيك مرة، تمشي الكورة ممتازة، والعارضة مش ممكن، مش ممكن، مش معقول، والله كاد السيناريو يحقق، ما زالت الإمكانية، جيلسون سيلفا يلعب الكورة خطيرة، النجم الساحلي يضغط، في لاعبين اثنين مصابين، والكورة للنجم، لتوالي يضغط، جيلسون، وضاعت الكورة، يا الله، ما حبتناش، ما حبتناش مرة أخرى، بدأت تغدر بيا وبيكم الشامبيونز ليج، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، الثاني على العارضة، والكرة هذه بتاع جيلسون سيلفا، يا الله، الأهلي كاد ممكن يقبل هدف البطولة للنجم، ما حبتناش، ما حبتناش، ايش بينا وبينك يا كاف شامبيونز ليج، هذه تدخل، هذه تدخل لكن ما دخلتش، ماذا تريد؟ أنت تريد وهو يريد والله يفعل ما يريد، مش ممكن يا جيلسون، ضاعت كرة الثاني، إن شاء الله تعطيهم ثقة، إن شاء الله تعطيهم إمكانية، إذا سنعود، سنعود، سنعود لهذه الإثارة، الغربي كاد يكون النجم، رب ضارة نافعة. يعني تضرب التراوي تخلع، عفوان الغربي، يا الغربي يا ولد التونسي العربي، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، كان ممكن يحسمها النجم الساحلي بالهدف الثاني. ان شاء الله يرجع ويركز اللاعب
الشرميدي بعد الإصابة سلامات. كرة خطيرة وخطيرة جدا. كان هنا كأس أفريقيا يدون تونسي ويلون نجماوي، ولكن العارضة قالت لا. العارضة تتبع فينا، تتبع فينا من عهد تميم في الأرجنتين 78. آه من كورة تدخل، آه من كورة تضيع، آه من كورة مرت، آه من كورة ترفض المرور. كورة الثاني القاتل والحاسم ضاعت، والحقيقة الكورة أبت أن تجرح الأهلي للمرة الثانية يا حضري. كانت كورة الكأس والمباراة، إن شاء الله خيرها في غيرها. 19 دقيقة لعب في الشوط الثاني، مازالت برشا كورة ومازال برشا النهائي. الهدف الثاني كان قريب للأهلي، وبعد جاء هدف الثاني للنجم الساحلي لتواصل المباراة. الآن 10 لاعبين بعد الإقصاء، وتمشي كورة طويلة بالراس. النجم الساحلي مطالب أنه يستفيد تكتيكيا من نتيجة المباراة، من وضع المباراة. الأهلي ما عندوش خيار، يلزم يمشي القدام باش يجيب الثاني باش يرفع الكاس. وانت يا نجم الساطع بامكانك ان تلعب على المرتدات. ركز يا جيلسون، اضرب الكرة وبيع الكرة طويلة طويلة. الكرة صابر بن فرج تمشي في وسط الميدان. احمد السيد يرجع فون الغربي، رجل المباراة الغربي اليوم، رجل المباراة موسى ناري. برافو موري وغومبي عفوا في خط ما فماش. تمشي كرة الحسن مصطفى، حسن مصطفى يلعب البوتريكا، بوتريكا يوزع. تمشي كرة جيلبرتو، اماديو جيلبرتو، جيلبرتو لفلافيو، فلافيو يطول كرة وبرافو موسى ناري. موسى ناري والكرة اوت، ضرب التماس للنادي الاهلي. 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني، الاهلي واحد والنجم الساحلي واحد، بينما التغيير منتظر متوقع في التشكيل الاهلاوي. طبعا يفرض التغيير هذا الاقصاء للاعب عماد النحاس. رقم 6 هو احمد صديق، اذا احمد صديق يكون بالحركات الحمايه. شادي، شادي وتشيلسون، جيلسون يضغط، يمشي كرة طويلة من احمد السيد، يرجع بالراس النجم الساحلي، يرجع يدخل المباراة بعد رهبة الدقائق الأولى من الإعصار الأحمر. ترجع مرة ثانية طويلة، لكن أكثر تركيز المرة القادمة. الكرة تمشي رويدا رويدا أو التماس للنادي الأهلي. الدقيقة هي 20 في الشوط الثاني، ويدخل مجدي التراوي كبديل عفوان الغربي. كنت تخيل أنه 75 دقيقة يدخل مجدي. على كل ممكن تكتيكيا اللي يصير أنه مجدي بشمسك بوتريكا كذله، وممكن موسى ناري الآن يرجع يشكل ثالث محاور الدفاع للنجم الساحلي. تكتيك مدربين، لعبة مدربين. إن شاء الله تتوفق يا مارشان في الاختيارات، خاصة أدرك جيدا أن جوزيه مدرب خبرة وخبير، خبير كرويا طبعا هو مطلوب. يخرج بوش البال ويدخل أحمد الصديق. نعم أحمد الصديق يدخل في تشكيل النادي الأهلي، يرجع للتوازن الدفاعي الطبيعي الفريق الأهلاوي، لأنه ما كانش ممكن يكمل بدون مدافع في حجم النحاس. شادي يرجع للمحور، الصديق يمشي يمين وعنده الكرة الآن. أحمد الصديق، أحمد الصديق يلعب الكرة طويلة من حسام عاشور. انتبهوا جيلبرتو خفيف جدا، ممتاز اللاعب جيلبرتو. جيلبرتو موسى ناري وكومبي يحاول يضغط أوكومبي موري. تمشي مرة ثانية، كرة عرضية، كرة على اطراف للصديق، صديق يوزع، ترجع بالراس، ترجع من الدفاع التونسي مرة أولى ثم مرة ثانية. جميلة، فيها خطأ، فيها فاول على أحمد صديق. المباراة قوية قوية جدا يا نفخة، لكن هي تدخلك التاريخ. في 19 سنة تكون بطل أفريقيا وتمشي للجابون، شيء كبير كبير كبير. إن شاء الله إن شاء الله، لأنه ما زالت المباراة، ما زالت الكأس لم تحسم بين خبرة الأهلاوية وبين إصرار السواحلية. ترجع مرة ثانية في الميدان، أحمد صديق الضغط من الشرميدي، في خطأ، في خطأ على أمين الشرميدي. شوف لنا هدف يا أمين، أمننا يا شرميدي، أمن المباراة بالهدف الثاني، لأنه الأهلي قادر في أي لحظة أنه يقلب الموازين. تمشي مرة أخرى، فلافيو، فلافيو يلعب كرة طويلة، الباحث عن بودريكا والدفاع يتصدى مرة أولى، وتمشي مرة ثانية، حسن مصطفى والدفاع. برافو، هذا هو اللي نحبوك يا حاتم. برافو يا بجاوي، حاتم البجاوي يلعب كرة القدام، تمشي رويدا رويدا تماس للنادي الأهلي. أعصاب كبيرة وكبيرة جدا هذا أبو جلبان. عام الماضي خسر نهائي الشامبيونز ليج مع الصفاقسي، يحب يعوض مع الأهلي، لكن حاليا الكاس رجع لتونس. مازال الوقت، تمشي كرة طويلة مرة ثانية، الكنترول يلعب فلافيو لجيلبرتو.
جيلبرتو، كرة خطيرة، لا الدفاع على كرة صحيحة يا فالحي، الفالحي وتمشي مرة ثانية، ممتاز جدا الشرميتي، الشرميتي قاطر على كل كرة وفي خطأ، في فاول على أمين الشرميتي، ركز على الكرة، ركز على الكرة، تمشي مرة أخرى للنادي الأهلي، حسن مصطفى، حسن مصطفى وتلعب، كرة أهلاوية، المراوغة، الانطلاقة، الصديق يوزعوا ركنية، ركنية للأهلي. ركنية للنادي الأهلي يجيبها أحمد صديق. الدقيقة تقريبا 23 من الشوط الثاني. هذه تحتاج ماء وتحتاج آيس كريم المباراة هذه. مباراة صعبة 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 جدا. حذاري من الكرات الثابتة. النادي الأهلي يلعب في كورة عن طريق الخطير جيلبرتو. برافو البلبولي. برافو البلبولي. في عقلك شوية لحظات شوية ثواني مهمة جدا في هذا التوقيت. يلعب كرة البلبولي شوية ارتباك من أيمن والكرة تخرج تماس من جهة حسام عاشور. حسام عاشور جيلبرتو. جيلبرتو يلعب كرة وتعدى خطيرة جدا. عماد متعب. متعب يوزع القائم الثاني لكن طويلة. طويلة شوية من حسن حظ النجم ومن سوء حظ الأحمر الأهلاوي. تمشي مرة أخرى من فلافيو والدفاع يستأسد وتسديدة خطيرة وبرافو البلبولي. برافو البلبولي في الدقيقة 70. كرة ممتازة من عاشور. كرة خطيرة من لاعب الوسط الأسمر حسام عاشور الفالحي. ما فماش لاعب قدامه يضرب الكرة عاشور ولكن من حسن حظ كان بلبولي. ترجع مرة ثانية وجمهور الأهلي يساند فريقه بقوة. درس من الجمهور الأحمر. ينطلق حسن مصطفى. حسن مصطفى بوتريكا. بوتريكا في وسط الميدان تتهيأ لفلافيو. فلافيو يلعب لحسن مصطفى. حسن مصطفى يرجع للخلف بكرة طويلة تتهيأ مرة ثانية بالرأس والدفاع التونسي يستأسد على كل كرة ويقاتل على كل وضعية. ترجع إمكانية وصلاحية هجومية. جيلسون سيلفا. جيلسون 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 يربح تماس. برافو جيلسون. برافو جيلسون. والكرة طبعا للأشقاء في مصر يشوفوا أنه الساعة بطيئة جدا أو سريعة جدا. احنا على العكس نشوفوها بطيئة جدا. أسرع يا ساعة أقول فيك هذا الشعر يا ساعة العزيزة. الرحلة تتواصل من خلال الدقائق المثيرة والطويلة هنا. ساعة المباراة تؤشر الدقيقة 70. تواصل الدقائق رحلتها. تواصل مباراة الفاينل إثارتها بين نجمنا الساطع وبين نادي القرن الفريق الأهلاوي. ممتازة جدا. انطلاقة وفن. النجم أكد أنه كبير. النجم أكد أنه كبير. وصابر الممتاز كاديبور. كاديامور بن فرج. ترجع مرة أخرى الضغط وبريسينج. الكرة طويلة في وسط الميدان للأهلي أو للنجم. هي بين ظفرين تختار بوتريكا وفلافيو بالرأس. والدفاع التونسي يقاتل على كل كرة. نعم كانت مباراة رجال كما طلبت. وهي كذلك لحد الآن. يبقى التوفيق من عند الله. إن كتبها لنا سنقول ألف شكر والحمد لله هي بطولتنا. وإن كتبها للشقيق الأهلاوي سنقول أيضا الحمد لله ليست من نصيبنا هذا العام. ما تمناه ما أسبق به الأحداث لن تكن سهل على الأهلي قادم الدقائق. ما زلت أنتظر المرتدة اللي شفتها في منامي اللي حلمت بها من يوم 27 أكتوبر يا مجدي يا تراوي. هي لو دخلت الكورة متاع عفوان الغربي. لكن نرجع ونقول لو دخلت كورة بوتريكا وفلافيو. إذن الكورة ما زالت حائرة بين تاريخ الأهلي الإفريقي الكبير وبين طموح شبان وفرسان النجمة التونسية الإدوال. يمشي أحمد صديق. أحمد صديق هرب نفخة ضحي شوية. ترجع الكورة من صديق. حذاري مشي بوتريكا. بوتريكا خطيرة والدفاع وبوتريكا وفلافيو والدفاع. ممتاز الدفاع التونسي. ترجع الكرة في وسط الميدان. يبيع الكرة نفخة. يلعب الكرة مع تشيلسون وينطلق موري وغومبيي. وغومبيي للشرميتي. الشرميتي في كرة لكن شادي خبرة أو السيد. برافو أحمد السيد. قدم مردود ممتاز السيد في هذا اللقاء. أحمد السيد والصديق يعمل مشكل. الصديق من جهة اليمين يعمل مشكل. وفي كارت أصفر على مجد التراوي. انذار في مكانه في محله. انذار على مجد التراوي. والوقت يمر. وستر يا ستار انصر يا جبار. انذار ما فيش كلام في مكانه في بلاصته على مجد التراوي. 17-18 دقيقة. 80 مليون في مصر ينتظروا وعشرة ملايين في تونس يستعدون ويدعون للحظات الفرح. بينما كورة تمشي البلبولي.
كرة عن طريق المثلوثي ترجع للدفاع التونسي. هل نصمد هل نصبر؟ والسؤال الثالث لازم نقوله، هل نسجل الثاني ضربة القاضية؟ تكتيكيا عندك إمكانية يا ليتوال تمشي مرة أخرى. السيد يخطأ يبعض بالرأس، برافو الشرميتي، من أين لك هذا يا ابن الخضراء؟ نعم هو ممتاز جدا، وأنا الشرميتي أقول فيك هذه اللحظات كما أنت كبير يا ابن الخضراء. تمشي مرة ثانية، النجم الساحلي يمسك اللعب، طرحة كبير لتوال بصراحة، مباراة ممتازة جدا. البجاوي البجاوي يلعب الكرة مرة ثانية، يهدي اللعب فريق النجم ياخو وسط الميدان مرة أخرى، تمشي للفريق التونسي النادي النجماوي. نجمنا الساطع يلعب كرة بعيدة وسهلة عند الحضري، أوت، ضربة مرمى. 74 دقيقة، لا أدري كيف سأكمل هذه 16 دقيقة. تمشي طويلة من عصام الحضري، الحضري يلعب كرة المتعب، المتعب عماد، الكرة تطول منه والآوت والتماس، يقول الحكم للنادي الأهلي جيلبرتو. بينما تغيير منتظر للنادي الأهلي، هذا أحمد شديد إيناوي، فكر في أحمد شديد إيناوي المدرب، المدرب البرتغالي جوزي. 74 دقيقة، ما زالت الكرة، حسن مصطفى يدور يلف بالكرة يبعد، والكرة تدور ممتازة من فلافيو يخدمها مليح، يمشي الانطلاق للصديق، وصديق والدفاع البجاوي، برافو حاتم، ممتاز يا حاتم، والكرة في الانطلاق، في الانطلاق، هو تشيلسون، هو تشيلسون، مش ممكن، تشيلسون، تشيلسون يلعب الشرميتي، يا الله يا الله يا الله، مش ممكن مش ممكن، ضاع الثاني، ضاع الثاني في المرتدة تشيلسون الشرميتي، حسام عاشور، هذا لقاء فيه هدف، فيه 2-1، ما تقولوا ليش لشكون، 2-1، ادعوا وادعوا معكم، تمشي كرة والتماس للنجم الرياضي الساحلي. نجم سريع جدا وخطير جدا في المرتدات، سريع جدا وخطير جدا في المرتدات. هذه جيلسون للشرميتي كانت كرة العمر، يخرج جيلبرتو يدخل احمد شديد ناوي، احمد شديد اللي ما اشتركش في المباريات من فترة طويلة، كيف ستكون الفورمة، كيف سيكون اعداده واستعداده؟ جيلبرتو بذل كل من مجهوداته وهو في رأيي خطير جدا، لكن حذاري، احنا ممكن ما انتظرناش عفوان فكان نجم المباراة. اذا انتبهوا وحاذروا من الولد اليساري احمد شديد ايناوي. ترجع الكرة للنجم الرياضي الساحلي، الوقت يمر وحتما لا يعود، والنهائي لا يعود بين الليلة وضحاها يا صابر، لذلك هي ربع ساعة لكتابة التاريخ. تمشي كرة طويلة ممكن جدا، يمشي الشادي ويضغط النجم، ممتاز النجم في وسط الميدان، الآن يلعب بتوازن كبير، يحب يسجل النجم، وهذه عادات الفرق الكبرى، وأنت من الكبار يا ابن الخضراء. تمشي كرة طويلة، حذاري هذه اللقطة، ويخرج بلبولي، برافو أيمن، كرة من أيمن البلبولي، أكيد الجمهور العربي يقول لك مرة معلق المباراة يقول له المثلوثي، مرة البلبولي، هو أيمن المثلوثي لكن شهرته كنته البلبولي. ترجع الكرة، فريق النجم يضغط، والحضري ما طمعش فيها من الاول الشرميتي، هذه الكره لم يطمع فيها الشرميتي كما يلزم. تمشي كره ملعوبه طويله في وسط الميدان، يضربها بالراس محمد علي نفخه، نفخه في النصف للمنتصف جيلسون. كل الفريق اليوم قدم مباراه بطوليه، ان شاء الله كما نقول تكمل على خير، لانه العبره بالخواتيم، والكره ترجع للنجم الساحلي، ممتاز جدا، والتراوي مجدي التراوي يلعب للشرميتي، الشرميتي كره وصلها امين، العب لي كرة سليمة، نلعب نهائي شامبيونز ليج، ليس مباراة ودية، الله يهديك. ترجع كرة من حسن مصطفى، شوف المشكلة الآن، شوف المشكلة، حسن مصطفى ضاعت على موسى ناري، يا ساتر يا ساتر، بودريكا بودريكا يلعب كرة، حسن مصطفى باش يسدد، والكرة ترجع خطيرة جدا لبودريكا، صعبة جدا، بودريكا يوزع، خطيرة جدا، والدفاع يتصدى، ما زالت الإمكانية بالراس، فرصة كبيرة، والحكم قال العب نفخة، نفخة، والكرة تتوزع، والدفاع التونسي يتصدى الكرة، صعبة جدا، عملت لنا مشكلة، عملت لنا مشكلة، عملت لنا مشكلة يا شرميتي، الله يهديك، عملت لنا مشكلة، الله يهديك. الحماس مطلوب لكن ليس بتهور في التدخلات، جمهور التونسي فهمني، والمخرج فهمني زادا، يا موري يا خويا يا أوكومبي، 77 دقيقة في استاد القاهرة مع الأهلي، ماذا تفعل؟ ماذا تصنع؟ كيف تدافع؟ الحمد لله، بودريكا يبقى العنوان، رسم الفرحة للمصريين،
فمن يرسمها للتوانسة الحين؟ تمشي كرة طويلة ترجع في وسط الميدان. حسام عاشور النجم يبحث على الضربة القاضية، والأهلي يلعب على الثاني نظير البطولة. تمشي الكرة مرة أخرى في وسط الميدان، ينطلق النادي الأهلي في كرة خطيرة جدا، تتهيأ المتعب عماد متعب يلعب طويلة بالرأس ترجع من الدفاع. برافو الفالحي وتمشي جيلسون يحاول يهرب، والدفاع موجود هذه المرة. شادي يلعب الكرة لأحمد السيد، يضغط الشرميت أحمد السيد، والكرة ممتازة من فلافيو، يلعب شادي ديناوي ما فيش شيء. برافو، ممتاز الدفاع. موسى ناري ينطلق، موسى ناري يا ريتو ما انطلق، ماذا تفعل موسى؟ والكرة تمشي خطيرة جدا، فرصة عند الحارس أيمن البلبولي، كرة عند المثلوثي. مباراة عصاب، أحسن نهائي في تاريخ الشامبيونز ليج من 10 سنوات. نعم، هو النهائي الأكثر إثارة والأثرى والأشرس في تاريخ الشامبيونز ليج. ما زالت الكرة حائرة، والكرة النجم الساحلي في وسط الميدان أو التماس. 10 دقائق 11 دقيقة نهاية المباراة، 1-1 بين الأهلي والنجم. هذا أمير عبد الحميد، هذا طبعا نجم الثمانينات في المنتخب المصري والأهلي، لعب على ميهوب، والكرة تمشي للنجم، تمشي للنجم الساحلي، ممكن جدا، فرصة كبيرة وخطيرة مرة أخرى وضاعت. لابد أن نسجل لكي لا نندم. النجم الساحلي عمل مباراة العمر، برافو، مهما يكون ومهما سيكون. نعم، مباراة كبيرة جدا من فريقنا، والكرة ترجع للأهلي، والدفاع والحارس البلبولي. ملعوبة طويلة من المثلوثي في وسط الميدان، ياخذها حسن مصطفى، تمشي كرة حسام عاشور، دقيقة 80، 10 دقائق. عاشور والدفاع، الدفاع التونسي والمرتدة، ممكن مرتدة خطيرة ورب الشرميتي، لكن فيها لمسة اعتبرها المساعد على الشرميتي. خسارة الكرة لو مرت، تهيأت من شادي لكن هو هيئها بيده حسب قرار المساعد، وهي كذلك صحيح قرار الحكم ومساعده. الإشارة كانت سليمة وصحيحة، يظهر لي إنذار على الشرميتي أو تنبيه على كل. دقيقة 80، والكرة ترجع من فريق النجم الساحلي عن طريق موري وغومبيي، والنجم في مكان مناسب جدا، ينطلق التراوي والكرة تطول منه. خسارة ضاعت على مجد التراوي، الكرة تبقى النادي الأهلي، النتيجة متعادلة 1-1. آخر 10 دقائق في عمر اللقاء. حسن مصطفى يلعب مع النادي الأهلي، بوتريكا لحسن مصطفى، حسن مصطفى يتقدم، يضغط النادي الأهلي في كرة جديدة تلعب على الأطراف، ينطلق الهجوم عن طريق أحمد صديق والبجاوي، صديق بالسرعة يوزع كرة، والدفاع موجود الفالحي، واليوم اللاعب الشاب عمار جمال، برافو إن شاء الله يكملوا. شادي يلعب الكرة مع أحمد السيد يوزع كرة، والدفاع التونسي في الأوت، ضرب التماس للنادي الأهلي. 8-9 دقائق، نتيجة 1-1 في استاد القارة بعد 0-0 في الذهاب. حسن مصطفى يلعب لحسام عاشور وعنده مساحة بوتريكا، حذاري من بوتريكا لفلافيو، وفلافيو يسدد، والدفاع يصد ويرد، كانت كرة صعبة من فلافيو، ترجع من أماديو، فلافيو يوزع كرة بوتريكا، والدفاع التونسي كانت صعبة جدا. يحاول جيلسون وينطلق جيلسون الكونتر أتاك، لازم نستغلوا الفرصة. جيلسون يلعب كرة للشرميتي، الشرميتي يحاول يدخل صراع كبير، الشرميتي يهرب، يوزع كرة عرضية، والحضري عصام موجود، يحضر العملاق الحضري. تمشي كرة طويلة بالراس عنا، برافو، الكرة الأولى، امشي في الثانية زاد عنا، الكرة الثانية عنا. نعم، هو النجم الساحلي عنده الكرة، مجد التراوي يلعب الكرة، موري وغومبيي يحاول يمر موري والشادي والاوت، التماس لفريق، لا فاول، يزفر الحكم المغربي العرجول للنادي الاهلي، استعمل يديه يقول موري اوغومبيي. اجواء كبيره جدا، 8 دقائق نهايه الوقت الاصلي، والكره تمشي طويله، ترجع بالراس من عمار الجمل مره اخرى. حسام عاشور يلعب الكره، هذا جيلبرتو، اعطيني الكره في اللايف، ينطلق مره اخرى بوتريكا،
بودريكا لفلافيو خطيرة، حسن مصطفى والدفاع، وفي خطأ، في خطأ للفريق التونسي كان واضح على فلافيو. إذا تتواصل المباراة في آخر دقائقها، في آخر رداهاتها ولحظاتها، والتعادل إيجابي 1-1. تقدم للنجم في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول عفوان الغربي، وتعادل للأهلي القاهري نجمه عماد النحاس في الدقيقة 50، ما يقارب وما يعادلها الدقيقة رقم 5 في الشوط الثاني. إذا 1 الأهلي، 1 النجم الساحلي. هانت لكن ما زالت، هانت ولكن ما زالت، لم تحسم بعد، لم تكتب لمن بعد. جمهور الأهلي ما زال ينتظر، وجمهور النجم ما زال يدعو. هل هي ليلة الأفراح؟ ترجع المباراة وتتواصل بكرة طويلة في وسط الميدان، تماس لفريق النادي الأهلي، الكل ينتظر. وهذا اسلام الشاطر، وهنا في لاعب من نجم الساحلي نقول يتعرض لإصابة. مباراة كانت قوية برشا من الناحية البدنية، كانت قوية ومثيرة، النجم كان ممكن يحسمها في أوقات عديدة للأمانة بالكونتراتاك وبسرعة لاعبيه وانضباطه. الأهلي أول 10 دقائق في الشوط الثاني كان ممكن يحسمها، وهي ممكن منعرج المباراة كرة عماد متعب على العارضة. هذه هي طبعا كرة القدم، كرة القدم أهداف، ولحد الآن هدف للأهلي، هدف للنجم الساحلي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في الدقيقة 84. طبعا سيضيف الحكم العرجون وقت ضايع، هل يكون 3-4؟ هذا المعقول والمنطق. بينما يدخل رقم 26 في تشكيل النجم الساحلي. إذن تغيير لفريق النجم الساحلي في هذا التوقيت، ودخول مصدق الحسناوي، لم تخني الذاكرة سامحوني، يخرج موري وغومبي إن شاء الله ما يأثرش. بينما تمشي الكرة لفريق النادي الأهلي، النادي الأهلي الآن يلعب على الأوفر، يلعب على الكرات والكروس مثل هذه، يلزم نغلق المنافذ والهاو التماس لشديد ناوي. مرة أخرى ترجع الكرة لفريق النادي الأهلي، مرت من هناوي ما غير خطأ صابر، برافو الخبرة من صابر بن فرج، ممتازة صابر، والكرة تلعب في الميدان، ينطلق أحمد السيد، يمشي يضغط جيلسون، والكرة من شادي، شادي الكابتن والخبرة، يلعب الكرة مرة ثانية عن طريق اللاعب أحمد السيد، أحمد السيد آخر 5 دقائق، تمشي الكرة مرة أخرى النادي الأهلي من شادي، شادي وزع كرة طويلة ترجع من وسط ملعب النجم الساحلي، والكرة تتهيأ مرة أخرى عن طريق الشرميتي، ممتاز جدا الشرميتي، الكنترول ممتاز للنجم الساحلي وجيلسون سيلفا، ويلعب الكرة والانطلاق، والانطلاقة من مصدق، أرجع الكرة عن طريق الشرميتي، ينطلق الشرميتي، الشرميتي إمكانية الهجوم، الشرميتي يلعب يبدل الكرة، ممتازة جدا ذكية، والكرة تبقى للهجوم التونسي. صدق الحسناوي، حسناوي يحاول يمر والدفاع في خطأ، في خطأ على الفريق التونسي. ترجع المباراة وتتواصل وتلعب آخر اللحظات في هذا اللقاء الصعب والمهم الحاسم والمصيري. اللقاء يتواصل قلت في آخر لحظاته وردهاته. النتيجة 1-1 بالأهداف. ترجع مرة ثانية لفريق النجم الساحلي في كرة طويلة ملعوبة بعيدة في وسط الميدان لفريق النادي الأهلي، أحمد صديق والدفاع التونسي يتصدى. نلعبوا في الدقيقة 86 والكرة تمشي طويلة في مناطق النادي الأهلي، الإمكانية للآوت، نعم تماس رمية جانبية لفريق الأهلي القاهري. 3.5 دقائق، نتيجة الآن 1-1. لا، المباراة في آخر دقائق، لابد من التركيز التام، اللي يركز أكثر ويتحكم في أعصابه هو من سيفوز. بينما محمد علي نفخة يصارع يقاتل على الكرة، في خطأ، فاول ضد محمد علي نفخة. ذكر أنه من 20 دقيقة تقريبا في الشوط الثاني الأهلي يلعب 10 لاعبين بعد إقصاء عماد النحاس. خطأ صحيح، تحكيم العرجون أظن كان في المستوى وهو حكم خبرة. بينما الانطلاقة والهجوم، شديد ناوي يلعب كورة تتهيأ لدفاع النجم الساحلي، والكورة تمشي رويدة رويدة للشرميتي، يقاتل الشرميتي والكورة في المناطق الساحلية التونسية أوت. صراع كبير جدا، كان لقاء رجال حقيقة من الأهلي والنجم. 1-1، الدقيقة 87 والتغيير، التغيير لفريق النجم الساحلي، يدخل رقم 15 محمود الخميري. محمود الخميري مدافع الآن، يدخل بديل لجيلسون سيلفا. هكذا كان التغيير من المدرب
بيرترون مارشان إن شاء الله في خير. استكمل كل تغييرات، ونعم هي الدعوات لله سبحانه وحده، هي جيلسون يا سيلفا. تمشي كرة طويلة، 88 دقيقة، مباراة ما زالت صعبة، ما زالت قوية على الفريقين، خطيرة على الناديين. الأهلي يلعب للهدف الثاني للفوز بالبطولة وتكرار السيناريو العام الماضي في رادس لما اختف اللقب في الوقت الضايع، والنجم إن شاء الله يكون استفاد من كل الدروس لإخوانه من أندية تونس وللنجم نفسه العام الماضي ضد الفار. ربي يستر. دقيقتين، هل سنروضها بالحديد والنار هذا المساء الشامبيونز ليج، أم أنها ستقهرنا مرة أخرى؟ يا رب لا، يا رب لا. تمشي الكرة مرة ثانية، هرب الشرميتي، الشرميتي يسدد فرصة الثاني للإطمئنان. صراحة النجم يستحق البطولة، نعم النجم أدى مباراة كبيرة جدا يستحق عليها التتويج، لكن حذاري من فلافيو، وفلافيو يلعب كورة، النجم ضيع برشا فرص. الله يستر من هذه الكورة، الله يستر من هذه الحركة وتوزيع. ورايو صفارة أوف سايد، رايو صفارة أوف سايد. و89 89 يا بوجة، 89 يا بوجة. إذا المباراة في 1-1، النادي الأهلي خلق فرص كبيرة في أول 10 دقائق، لكن في آخر دقائق الضغط كان تونسي، الكونتر أتاك وسرعة مهاجمينا كادت تحدث الفارق، مع الأسف لم تحدث الفارق، لذلك الكل على أعصابنا الآن. الأخوة في مصر ينتظروا هدف البطولة، ونحن في تونس ننتظر هدف البطولة بجدارة أو نهاية الوقت للبطولة بحقية. بين هذا وذاك كل يغني على ليلاه، كل في لحظة هو الانتماء للوطن، في ساعة ونصف وبعدها ينتهي كل شيء. نرجع إخوان، نرجع أشقاء، مش ممكن تفرقنا كرة القدم في لحظة. خمس دقائق أضافها، 600 و300 ثانية من لحظات زادها، خمس دقائق زودها العرجون، زودها يعني زادها، متفهموش أن انتقدتوا أنه أعمل خمس دقائق، مش تبدأ الأمور واضحة. الحكم ليس لنا فيه أي دخل، المهم دخلنا في لاعبينا وماذا يقدمون. خمس دقائق أخيرة، خمسة دقائق، خمسة دقائق. ترجع الفريق النجم، الإمكانية الامتلاك خطيرة جدا، النجم الساحلي في كرة ممتازة، كرة المباراة، ولولا الحظر يا ساتر، مش معقول يضيع عليك الكأس، ستكون قاسية كرة القدم لو غدرت بنا هذا العام، ستكون أيضا ملعونة يا الشامبيونز إن تخدعينا هذا العام. فريقنا يستحق، النجم الساحلي اليوم يستحق للأمانة. اسألوا جوزيه واسألوا البدري، اسألوا الخطيب واسألوا حسن حمدي، نعم النجم اليوم يستاهل التتويج. حذاري من هذه الكرات، حذاري من هذه الفرص المهدورة. وترجع الكرة لفريق النادي الأهلي، مرت دقيقة وقل، أنا نحبها دقيقة لكن هي ما زالت 40 ثانية، 4 دقائق ونصف، حطها في الخمسة دقائق، ألعب بالزايد، ألعب بالمرتاح. ترجع الكرة لفريق النادي الأهلي، فلافيو، فلافيو خطيرة، خطيرة، خطيرة. لا تغدري بينا أرجوك، لا تخدعينا مرة أخرى أرجوك، لا تقتلينا في لحظة مرة أخرى أرجوك. حسن مصطفى، يا ساتر، الكرة أوت. مرت دقيقة بسلام، 4 دقائق ولا نسبق الأحداث، لن أطلق العنان، لن أترك اللسان، ما زال الكرة في الملعب، ما زال الفاينل في الميدان. الأهلي يحاول ويقاتل، والنجم يحارب ويجتهد، نعم أدى ما عليه، لكن حقه أنه يفوز باللقب الغالي يا بلبولي. ما تضحكش يا شرميتي الآن، تضحك في الخاتمة والخواتيم. ويمشي الانطلاق، العب له شرميتي، شرميتي خلص 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 خلص. كم أنت كبير يا ابن الخضراء، كم أنت كبير يا ابن الخضراء. 2-1 السوبر تونسي، كما نطقتها وقلتها في إذاعة الجوهرة التونسية، قلت السوبر تونسي. ألف مبروك علينا، ما ينقص شيء للأهلي، ما ينقص شيء من الأهلي، لكن اليوم نجمة الساحل كانت أفضل، النجم التونسي كان أقوى. 2-1 هنا في قلب القاهرة،
فعلتها أيها الساحر، فعلتها أيها الساحر. النادي الصفاقسي خسر في البنزرتي ومشى وربح المريخ، النجم الساحلي خسر من ملعب التونسي وجا وربح الشامبيونز ليغ. إذا نخسروا ديما في بطولتنا، اخسروا ديما في بطولتنا باش تربحوا وتنورونا في إفريقيا. الشرميتي الشرميتي الشرميتي، جول جولاثو 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 بكل لغات العالم. بالفرنسي قالوا بوت، بالإيطالي قالوا راتي، في الإسبانية قالوا جولاثو، بالإنجليش قالوا جول، وبلهجة التي اعتز بها بونتو بونتو بونتو. مش ممكن مش ممكن مش ممكن، لكن مع النجم مش حتقدر تغمض عينيك. انتهت الحكاية اليوم. هاردك الأهلي، النجم في اليابان، النجم الرياضي الساحلي في اليابان، هدفي لهدف. الفريق اللي يفوز في القاهرة يستاهل ويستحق. هكذا كان العنوان، بانتظار قادم العناوين. أخيرا بعد أن تمنعت علينا سنين، بعد أن تمنعت علينا سنين، كرهتينا سنين، لفظتينا سنين، ها نحن نروذك بالحديد والنار يا الكاف يا الشامبيونز ليغ. مبروك للخضراء، افرحوا، انسوا ميولاتكم وانتماءاتكم، هو الفوز للكرة التونسية، هدية للتغيير بعد 20 سنة من العهد السعيد الجديد. نعم انسوا المكشخة وانسوا الكلوب وانساوا البقلاوة وانساوا بنزرة وصفاقس وكابس. اليوم أنتم النجمة والهلال تجمعكم، تأمكم وتضمكم. واه من رجال النجم الساحلي، فعلها الرجال رغم الغيابات، رغم الغيابات فعلها بعزيمة. ولم يكذب ملك التكهنات عبد المجيد الشتالي اللي قال حتى بعد الذهاب النجم الساحلي سيكون البطل. إذا أنهي مع هذا الكلام، انتهي مع هذا اللسان في لقاء يعجز اللسان على الوصف. نعم هي فرحة من ألف ليلة وليلة، الحمد لله صراحة أني علقت على هذا اليوم السعيد بالثالث 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 بالثالث. موسى ناري، موسى ناري يسجل الثالث. 3-1 للنجم الساحلي. مش ممكن مش معقول، مش ممكن مش معقول. السوبر تونسي الحمد لله اللي علقت على أول شامبيونز ليج في تاريخك يا كرة الخضراء. نعم نعم الحمد لله. 3-1 للنجم الساحلي، الهدف الثالث لفريق النجم. هو نفخة أظن، هو نفخة وليس موسى ناري. على كل تتغير الأسماء ولكن البطل واحد، هو من؟ هو موسى، موسى موسى ناري. نعم 1-0 عفوان الغربي، 1-1 عماد النحاس، 2-1 الشرميتي، 3-1 موسى ناري، وانتهت المباراة. ألف مبروك للنجم، ألف مبروك للكرة التونسية، ومبروك للكرة العربية. نعم تخمرت في ساعة ونصف، نعم حبيت بلدي وحقي في ساعة ونصف، نعم أذرف الدموع سعادة وفرح على هذا الإنجاز التاريخي للكرة التونسية. ولكن أرجع وأقول في النهاية، يعني نحن دائما أشقاء. اليوم للنجم كما كان العام الماضي للأهلي، والكرة دائما تدور. الأهلي سيعود، النجم باقي، والعام القادم مسابقة بكل الكبار. الجيش الملكي من المغرب، شبيبة القبائل وستيف من الجزائر، النادي الإفريقي والنجم الساحلي من تونس، وفريقي الكبيرين الأهلي والزمالك من مصر. إذا 2007 كانت سنة ساحلية، كانت للسواحلية، كانت للفرق والفرق التونسية. الشامبيونز ليج للنجم، كاس الكاف قربنا للسي اس اس، والسوبر تونسي. وانتهت انتهت انتهت المباراة. شكرا لكل من ساهم في انشاء هذا العرس الافريقي. عيسى حياته في دقائق سيسلم كأس افريقيا الابطال للنجم التونسي. الان استسمحكم في العودة للاستوديو للحديث في دقائق قبل ان يعود عدنان حمد الحمادي لمعلق المباراة الشوالي، من اجل ان يفرح باول شامبيونز ليج في تونس. لك كأس ثالثة في الابطال يا خضراء، بعد الافريقي 91 والترجي 94، بعد 13 سنة البطولة تعود لتونس من خلال النجم الرياضي الساحلي. الكلمة لك حازم.